صباح الهنا وصباح الرزق لحضراتكم، بدايه الاسبوع و10 صبح في الاهلي. وكان نفسي النهارده طبعا نيجي انا وكريم ونقول لحضراتكم صباح النصر، لكن يعني اللي حصل حصل، عندنا كلام كتير جدا. ما بنعلقش دايما لا نتائجنا ولا اخطائنا على اي شماعات، لكن لما بيبقى فيه حاجه او موضوع لازم تتكلم فيه او حاجه عليه علامه استفهام كبيره، وانا هنا بتحدث تحديدا عن التحكيم والكوارث اللي حصلت امبارح، فهي دي النقطة اللي أنا هركز عليها النهاردة أنا وكريم مع حضراتكم. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وبرضه إن شاء الله حلقة النهاردة تكون مرضية للكم الأكبر من حضراتكم. إن شاء الله ملحوقة فيما يتعلق بإن إحنا نصبح عليكم إن شاء الله بجملة أو عبارة نهاوند الشهيرة صباح النصر، ملحوقة ولسه الطريق في أوله، وإن شاء الله اللي جاي يكون أظبط وأحسن بكتير، طالما إن إحنا بنتعلم من أخطائنا، طالما إحنا واخدين بالنا إن في حاجات معينة محتاجة تتظبط وبنعمل على تظبيطها وبنظبطها، فبطبيعة الحال هنرجع بعدين إن شاء الله ونقول لكم مرة تانية صباح النصر. على كل الأحوال أكيد في حلقتنا النهاردة سواء في الساعة الأولى أو حتى في اللقاء يعني أولى فقراتنا الحوارية أكيد هنتكلم مع حضراتكم وباستفاضة عن الماتش الأخراني وعن توقعاتنا بالنسبة لما هو قادم إن شاء الله. بالمناسبة الساعة الثانية هيكون عندنا فيها أكتر من فقرة حوارية، الفقرة الأولى هينورنا فيها الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، الفقرة الثانية هتكون مع نهاوند وهتستضيف من خلالها دكتورة دينا أبو السعود، وهيفتحوا ملف أكيد يهم كتير من حضراتكم. بص يا كريم، خلينا نتكلم كده شويه بعقلانيه ومن غير ما نبقى متعصبين او ان احنا ننقل غضبنا من زوايا كتيره، خلينا نقولها بهذا الشكل. انا هبتدي كلامي ان احنا هنقول يعني قبل ما نخش على الملف اللي هو في كلام كتيره، بس خلينا لو تسمح لي يعني سريعا، لان ده خبر لسه جاي حالا، وقبل ما نبدا اي خبر او نخش في التفاصيل عايز اتكلم على المنتخب الشباب اللي المفروض يعني هتنطلق منافساته النهارده امام موزمبيق، دي هتكون الساعه 4 في بطوله افريقيا المؤهله بقى ان شاء الله لكاس العالم، وعايزين نفرح يعني عايزين نفرح وحقنا ان احنا نفرح باذن ربنا يوفقهم، وبنتمنى لهم كل التوفيق، واحنا كده كده دايما متابعين مشوارهم على مدار البطوله، يعني اعتقد ان هي هتبتدي النهارده يا كريم ان شاء الله، ويا رب تكون البدايه يعني قويه باذن الرحمن. البطوله هتنطلق النهارده وحتى يوم 11 من مارس ان شاء الله، وطبعا هتتلعب على ثلاث ملاعب في القاهره والاسكندريه وكمان هيئه قناه السويس. مجموعتنا بتضم موزمبيق ونيجيريا والسنغال، وان شاء الله احنا بنعول الكثير جدا من الامال على شبابنا باذن الله. بالظبط كده. تعال نخش في الموضوع ونتكلم عن امس ومبارح. زي ما كلنا تابعنا الاهلي خسر امام الهلال السوداني بهدف كان دون رد. طيب هل دي كانت نتيجه متوقعه؟ لا، دي كانت نتيجه توتالي او اكيد غير متوقعه، وما نقدرش ان احنا نقول فيها كلام كتير غير ان احنا اكيد برضو بصراحه، وانا بحب اكون صريحه، ما بحبش ان انا اطلع بصراحه اجامل، لا احنا ما كناش في احسن حالاتنا خالص، يعني ما كناش على المستوى او بنفس المستوى اللي احنا كنا فيه الماتشات اللي فاتت، ومش بقول هنا عن كاس العالم الانديه خالص، يعني فرق يا كريم بين البطوله دي والبطوله دي، عشان يجي حد يقول لك انتوا كده خسرانين ثلاث بطولات ورا بعض. هي على فكره كاس العالم للانديه وانت بتتكلم عن فلامينجو وبتتكلم عن ريال مدريد، دي حاجه ما ينفعش خالص تقارنها لي بالماتشات اللي بعد كده، يعني ما ينفعش تقول ثلاثه اون ذا رو او يعني ثلاثه ورا بعض، لا الكلام ده غير يعني منطقي اصلا الناس اللي هي هتتكلم. انا بتكلم هنا تحديدا في الماتش اللي كان بالامس اللي عليه علامات استفهام كتيره جدا، لكن هرجع واقول تاني وهحاول اتبنى مبدأك يا كريم. احنا كنا بنتكلم قبل الهوا شويه وكريم مبدأه اللي هو خلاص خلينا نعوض في اللي جاي، نثق في لاعبتنا ان هم هيشدوا هيعوضوا وهيصحصحوا وهيصلحوا المسار، واحنا واثقين في قدرتهم. انا ما عنديش اي ازمه في الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا متفقه معاك جدا فيه، متفقه مع الناس اللي بتتبنى النظريه دي، لكن في نفس الوقت الواحد برضو مش فاهم، يعني احنا كنا بنعاني من موسم فات كده في قصه اللمسات الاخيره، اهدار الفرص، حاجات زي كده، ويمكن هي مكمله معانا لحد دلوقتي رغم الاداء المتميز مع مارسيل كولر، لكن لحد دلوقتي برضو ما شفناش ان تم القضاء على هذه الافه وهذه المشكله اللي عندنا بنعاني منها بقالنا فتره طويله جدا. فلا انا اتمنى ونفسي ان الفريق يعني يبتدي كده يشوف ايه المشاكل اللي عنده ويتغلب عليها، حتى لو كنا بنفوز الفترات اللي فاتت يا كريم، حتى لو قدمنا اداء محترم رغم النتيجه في كاس العالم للانديه، وهقول تاني اداء محترم ده بلا شك، لكن انت جيت من البطوله مش في احسن مستواك. وعلى فكره احنا كنا بنتكلم في النقطه دي لو انت فاكر، قلنا بعد العوده من بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه او غيره، اول مباراه بتبقى مباراه فاصله، سواء انت كسبان محقق بطوله او مش محقق بطوله، اول مباراه بعد العوده بتبقى مباراه فاصله. كنا قلقانين بس قلنا هتعدي ان شاء الله، وكده كده لاعبتنا لعيبه محترفه ما تفرقش معاهم الحاجات دي، لكن ما كانش المستوى افضل شيء بجانب
جانب أمور أخرى منها التحكيم، وده ملف لوحده عايز كلام كتير وهنتكلم فيه على فكرة، لكن برضو كان في ظروف أخرى أنا لحد دلوقتي مش عارفة إيه يعني حلها بصراحة يا كريم، بس الحل مش هيبقى أكيد عندنا، هنتناقش على مدار الحلقة مع ضيوفنا سواء على مكالمات هاتفية أو طبعا ضيوفنا في الاستوديو. هنتكلم بقى خلاص، خلينا نروح كمان للي جاي. عندنا مباراة أسوان، امبارح الفريق وصل أسوان عشان يقيموا مدة 48 ساعة استعدادا لمباراة أسوان يوم 21 إن شاء الله. طيب عندنا بعد كده ماتشات مهمة جدا، وعندنا ماتش أمام سان داونز، ويعني بص لا لسه احنا قدامنا شوط كبير جدا وقدامنا موال كبير جدا، بس أنت عارف كل ما أنت بتعدي خطوة وبتبقى الخطوة ناجحة بتفرق معاك في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده، فعلى كل حال قدر الله وما شاء فعل، وخلينا نركز فعلا في اللي جاي. يعني تاني نرجع ونقول لحضراتكم ان اكيد المبدا نفسه ده في صلب فكره الرياضه بشكل عام والتنافس بشكل عام، يعني وارد جدا يكون في خساره في بعض الاحيان، وارد جدا يكون في تعادل في ماتشات معينه، كل دي امور وارده جدا في كره القدم، واحنا اكيد ان شاء الله لسه مستمرين في المشوار، والحقيقه احنا فعلا قادرين على ان احنا نتخطى كل اللي جاي ان شاء الله. الفكره في ايه بس، او الحاجه اللي بتزعل ناس كتير، ان ساعات بيبقى في حاجات اللي هي يتقال عليها ملهاش لازمه، فالحاجات اللي ملهاش لازمه دي لما بتتعمل او لما بتحصل على ارض الملعب بينتج عنها اما تعادل غير مرغوب فيه او خساره اكيد بطبيعه الحال غير مستحبه، يعني لما يكون عملنا اللي علينا مليون في الميه ومفيش اي تحفظات عند اي حد من مشجعي النادي الاهلي بيمشي الحال، لكن لما يكون عندنا تحفظات، وانت من شويه قلتي جمله ايه؟ لسه مكمله معانا، فكونها لسه مكمله معانا دي لوحدها مشكله، لازم نشوف هي مكمله معانا ليه؟ ما احنا الناس كلها بقالنا فتره طويله بنتكلم فيه أشياء بعينها، يعني ثغرات صغيرة معينة، لكن الصغيرة دي لو كبرت أكتر من كده لا يبقى احنا بنتكلم على مشكلة لازم تتحل وبأسرع وقت ممكن. وأنا شخصيا أكيد احنا كلنا ما عندناش ذرة شك في حكمة وحسن إدارة وحنكة الإدارة والجهاز الفني إن شاء الله، وخصوصا في التعامل مع النوع ده من الأمور عشان مبدأ تصحيح المسار، إن كان يجوز تسمية الموقف ده أو المواقف دي بتصحيح مسار أو نتيجتها يعني بأن هي مطلوب لها تصحيح مسار، بس هو لازم يتعمل في كل الأحوال. بمناسبة الكلام عن ماتش سان داونز، يعني برضو امبارح تلقى النادي إخطار من الجهات الأمنية بحضور 10,000 مشجع لمباراة الأهلي أمام سان داونز الجنوب أفريقي إن شاء الله، المقرر لها يوم 25 فبراير على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ده طبعا حصل أو بناء على اللي اتقال في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة اللي جرى مؤخرا، وتمنياتنا أكيد بكل التوفيق إن شاء الله. طيب امبارح برضو علشان نبقى لمين لحضراتكم وملمين بالاحداث اللي حصلت برضو بعد المباراه والمؤتمر الصحفي اللي بيكون مهم جدا ان انت تسمع المدير الفني بيتكلم ازاي وجهه نظره ايه بعد كل مباراه، امبارح انتقد كولر بشكل كبير جدا بعد المباراه مستوى التحكيم، واستغرب من اول كمان بطاقه اللي هي الكارت الاصفر اللي طلع أي. فكره هنا يعني حول تضييع تحديدا الوقت اللي كانت تقريبا برضو انا عشان مش فاكره قوي بس تقريبا كانت الدقيقه 94 95 حاجه زي كده، وقال ان الاهلي يعني ليس طريقته ان هو يهدر الوقت، فبرضو يعني انا مش فاهمه الصراحه، لا في حاجه مش مظبوطه، يعني طالما انت عارف هنا قصه ان الاهلي ما بيهدرش وقته مش من ثقافتنا، ثقافه ناس تانية، يعني انديه تانية معروفه بده، منتخبات تانية معروفة بده، بس مش النادي الأهلي. ففي انتقادات كتيرة جدا يا كريم كانت متوجهة للتحكيم، وفي كلام عايزين نسمعه أكتر وعايزين نحلل أكتر. خلينا نروح ناخد التليفون اللي جاي عشان نقيم برضو أداء المباراة بالأمس، ومعانا طبعا كابتن ناصر هاتفيا، كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك بداية. صباح الخير على حضرتك نهاوند، وصباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا مش يعني مش هخفي عليك سرا زي ما بتقال ان ما هو مش سر، بس احنا زعلانين. زعلانين اكيد من الاداء وزعلانين من النتيجه، بس اللي زعلك اكتر الاداء التحكيمي اللي احنا بقالنا هذا الملف يعني سنوات مش هقول اشهر بنتكلم فيها، وللاسف لحد هذه اللحظه برضو في يعني مشكله كبيره جدا في التحكيم ولا تحل. ليه لا تحل كابتن ناصر لو تتفق معايا؟ لان ما فيش محاسبه، يعني انا ما بشوفش وما شفناش كجماهير ان لما بيحصل حاجه زي كده واخطاء تحكيميه بتعدي النسبه الطبيعيه والمقبوله دوليا ان بيبقى في حد بيتحاسب، لا ابدا بيكمل عادي. المشهد اللي احنا شفناه امبارح برده مشهد غير حضاري تماما وتم تكراره قبل كده، ف يعني خلينا نفهم منك بقى رؤيتك كابتن ناصر. طيب خليني الاول يعني هقول حاجه مهمه قوي، هنفصل ما بين الاداء والنتيجه وما بين اداء الحاجة، عشان بس ما حدش يخلط يقول ان احنا ان التحكيم هو السبب الوحيد
لا خليني النهارده انا بتكلم صحيح. على التحكيم، على التحكيم. في الوقت ان الاتحاد الدولي بيسعى لتحقيق العداله والنزاهه والشفافيه في كل انحاء الاتحادات الاهليه، للاسف الشديد احنا النهارده حتى الان التحكيم امبارح لم يوفر، انا بقول اهوت يعني لم يوفر الحمايه الامنه للاعيب النادي الاهلي. صحيح، مش مجامله في الكلام، ولكن عندما يشعر اللاعب ان هو مش محمي من الحكم داخل ميدان اللعب، عندما يشعر اللاعب ان هناك معايير مختلفه في احتساب القرارات الفنيه، عندما يشعر اللاعب ان النهارده في توتر هو الحكم بيسببه للاعبين صحيح داخل ميدان اللعب، عندما يشعر الحكم اللاعب ان الحكم ما عندوش شخصيه. خلي بالك يعني نهاوند ان الشخصيه التحكيميه دي الشيء الوحيد انا لو انا مسؤول فني ما بقدرش اديها للحكم. صحيح، انا ممكن اديله تطوير فني في الاداء الفني او في الاداء البدني او في قراءه طرق واساليب اللعب، ولكن في الشخصيه التحكيميه انا ما اقدرش اديها للحكم. انا قلت وحذرت قبل كده، قلت ان هذا الحكم عنده خبره قليله جدا، خاصه في المباريات الكبيره حتى في خارج الملعب عنده مشكله، وكمان عنده مشكله لما يكون كمان تطبيق تقنيه الفار مش موجوده، ودي مشكله كبيره، دي قصه ثانيه خالص. انا بتكلم فيها ازاي يكون في دور المجموعات وتحديد اول وثاني وتطبيق تقنيه الفيديو ما بتطبقش في هذه الجزء. امبارح الحكم عمل ايه؟ ودي اول حاجه بقولها لحضرتك، انا عندي دقيقه 21 وانا بتكلم بالحالات التحكيميه. لما يكون هجمه واعده لنادي الاهلي 4-3 في التلت الدفاعي لنادي الهلال ولاعب مصاب في التلت الدفاعي لنادي الاهلي، هل من المعقول النهارده انا كحكم وفي هجمه رايحه واضحه جدا جدا من الممكن النهارده ان هذه الهجمه يعني الاهلي يسجل فيها هدف اصفر واقف اللعب يعني وارجع في عرف العالم؟ اكيد ما ينفعش، بس في عرفنا احنا ينفع. دي مش موجوده، انا الحاله دي يمكن في صوره انا امبارح انا جبتها الصوره ديت وجبت اللعبه دي مهمه جدا جدا، دي بدايه اللعبه لما هنا اللعبه دي تمام، لا اللعبه اللي فاتت نهاوندي. خلونا نرجع يا جماعه لو سمحتوا، الصوره اللي فاتت هوريك ازاي هنا ان انت النهارده اثبتت كحكم ان هي اللعبه ديت يا كريم. تمام، الباص رايح ليه لاعب النادي الاهلي ناحيه اليمين ناحيه الحكم المساعد اللي هو هناك، انت متخيل ديت هجمه واعده طبعا. يعني ممكن النهارده انا شايف ان في لاعب عنده اوبشن يروح يعدي، ممكن يعمل اوفر، ممكن يعمل المهم هيبقى فيها ممكن تكون هجمه ممكن صحيح صريحه بالظبط. انا النهارده بوقف في اللعب في هذه الحاله وبرجع للاعب مصاب في الثلث الدفاعي وقع لوحده، لا دي البدايه اللي انت كلاعب بتحس ان الحكم هنا للاسف الشديد مفيش عداله. صحيح، يعني لما توقف لي لعبه زي ديت وترجع لي وبعدين لعيبه الاهلي اعترضت على هذه الحاله، انا النهارده كلاعب في النادي الاهلي انا بشعر ان هنا الامور مش هتمشي بشكل كويس. انا بقول ان الحكم امبارح كان احد اسباب توتر لعيب النادي الاهلي في حاله من ضمن الحالات. لو انا رحت النهارده وقلت الفاولات النهارده بتحتسب على النادي الاهلي 4 فاولات منهم محمد هاني ومحمد شريف نفس المعيار اللي انت حسبت بيهم لصالح الهلال ما حسبتهمش للنادي الاهلي. انا بتكلم في حاجات، دي في حاجات خلي بالك نهاوند يا كريم اللي بيتفرج ما بيشوفهاش كويس زينا احنا كخبراء. طبعا اكيد اكيد، يعني ما تقدرش يعني الحكم امبارح عمل حاجات في الملعب. انا عاوز اقول حاجه مهمه قوي، انت كراجل قاعد مشاهد عادي ما بتعرفش ايه اللي بيحصل. الحكم ما بيحسبش بس الاخطاء الفنيه، لا الحكم بيدير المباراه كلها، وزي ما قلت امبارح هو كان سبب من الاسباب اللي خلت اللعيبه تتوتر. تعال نروح لشيء مهم جدا وهو الوقت الضايع. انا النهارده امبارح الحكم والله انا بتكلم بامانه مش مجامله كان احد اسباب اضاعه الوقت مع نادي الهلال. صحيح، النهارده الكل واضح لما اللاعب يضيع الوقت وانت شايفه اكتر من مره على من بدايه الشوط الاول لحد الشوط الثاني بتخرج البطاقه الصفراء الاولى في اضاعه الوقت في الدقيقه 94، وده يوريك مدى شخصيه الحكم الضعيفه ان هو بيلعب وهو خايف يطلع البطاقات، خايف يحسم الامور. النهارده في تشابك حصل اكتر من مره ما خدتش فيها قرار. صح، لا امبارح الحكم بصراحه كان احد اسباب، انا مش بقول السبب الرئيسي، ولكن احد اسباب ان انا كلاعب امبارح انا مش بشعر
بالامان مع هذا الحكم. طب كابتن ناصر معلش انا عايز يعني هطلع مؤقتا مع حضرتك بره اطار الماتش الاخير. انا عايز اتكلم مع حضرتك على فرق ازمنه. زمان كان الحال غير الحال، وما كناش بنسمع حد بيتكلم ولا بينتقد ولا حتى عنده تحفظات على الاداء التحكيمي في اي بطوله سواء كانت محليه ولا افريقيه، اخذا في الاعتبار بان زمان كان الحكم بينزل وفي جيبه كارتين وصفاره والموضوع انتهى على كده. دلوقتي في سماعات وفي فار المفروض ان هو اتوجد واستحدث لاحقاق الحق، وده ما بقاش بيحصل. بدل ما يبين الـ يعني الحقوق لاصحابها ويدي الحقوق لاصحابها، بقى هو مصدر لاهدار الحقوق. هو ايه اللي حصل؟ مش المفروض ان مع التقدم ومع الامكانيات الحديثه مهمه الحكام تبقى اسهل بكتير من الاول، وبالتالي تكون في دقه اكبر في قراراتهم؟ ليه ده مش حاصل؟ وليه احنا زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شويه ان احنا بقى لنا سنين فعلا بنتكلم في ملف التحكيم ده محليا واقليميا كمان؟ هو ايه اللي استجد فنتج عنه العبث ده كله؟ السؤال ده مهم جدا جدا، وفعلا زي ما حضرتك قلت النهارده التكنولوجيا دخلت ساعدت التحكيم. ايوه تقنيه الفار دخلت ساعدت التحكيم. النهارده الاتحاد الدولي كمان بيبقى فيه شفافيه، حتى كمان قال لك ان المفترض ان احنا بنطلع المدار ما بين الحكم والفار عشان يدي الجمهور الثقافه ويدي الجمهور الشفافيه والعداله. الاتحاد الدولي النهارده بيسعى، لكن مش كل اللي بيعمله الاتحاد الدولي للاسف الشديد الاتحادات الاهليه بتطبقه. يعني عاوز اقول ان الاتحاد الدولي في وادي واحنا النهارده في وادي تاني. طب هو ينفع كده؟ ما هي دي المشكله. مش في سطوه مفترضه للاتحاد الدولي على الاتحادات المختلفه في نفس اللعبه؟ طب انا هقول حاجه كمان مهمه بمناسبه الاتحاد الدولي. احنا النهارده الاتحاد الدولي في كاس العالم 2022 في قطر عمل ايه؟ بسبب موضوع الوقت. النهارده لما كولينا جه والراجل رئيس لجنه الحكام قال ان هناك وقت بيضيع، لابد ان الوقت الفعلي للمباراه يتحسب. ايوه طيب النهارده هم طبقوا الكلام ده في كاس العالم. النهارده السعوديه ولجنه الحكام السعوديه طبقت هذا الكلام في السعوديه. يعني معنى ايه؟ مفيش وقت هيضيع الا ما هيتحسب فعلي. النهارده احنا المفترض عندنا في الدوري المصري، واحنا المفترض احنا يعني بنحذو حذو الاتحاد الدولي والاتحادات الاهليه او لجان الحكام في الاتحادات الاهليه. حتى الان لم نطبق الوقت الفعلي اللي المفروض احنا نتماشى مع الاتحاد الدولي. دي حاجه مهمه من ضمن الحاجات. بنتكلم على اختيار الحكام، وده مهم جدا جدا. طول ما في مجاملات، انا بقول اهو، طول ما في مجاملات لبعض الحكام اللي بتلعب مباراه هي المباراه دي بتبقى صعبه عليها، مش هنشوف تحكيم كويس يا كريم للاسف الشديد. محتاجين تطوير في التحكيم على مستوى المحلي وعلى مستوى الافريقي بشكل جدي. وبعدين محتاجين حاجه مهمه جدا، الحساب. هو الحقيقه كابتن ناصر يعني اولا احنا سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا، نورتنا في 10 الصبح في الاهلي، شاكرين لحضرتك جزيل الشكر. والحقيقه المبدا اللي بيتكلم عنه كابتن ناصر يعني هو ينطبق على كل المجالات. يعني لو شلتي حته المحسوبيه او المجامله او الشلاليه او يعني ايا كان المسمى، عموما يعني هتستوي كتير جدا من الامور. بص ده ملف يعني يطول الكلام فيه، وكلمنا فيه صحيح. كتير وغيرنا اتكلم ولسه هنتكلم وغيرنا هيتكلم، والله اعلم هنلاقي حل ولا لا. بس قصتي كلها ان احنا يعني التحكيم السيء او التحكيم اللي فيه علامات استفهام ده بيضيع منك بطولات، مش حاجه مثلا بتحصل وبتعدي، لا هو بيصل ان هو قد يضيع بطولات على انديه. وانا مش بتكلم هنا دفاعا فقط عن النادي الاهلي، طبيعة الحال هدافع عن النادي الاهلي، لكن انا بتكلم في العموم على هذا الملف. في انديه بتضيع منها ومنتخبات بيضيع منها بطولات ورانكينجز واضرع وغيره علشان في مشاكل تحكيميه سواء عندنا محليا او قاريا. فيعني صعب صعب صعب، وحقنا ان احنا نزعل، وحقنا ان احنا نفهم، وحقنا ان احنا نشوف حاجه بتحصل كمحاسبه. لكن حتى هذه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها عادي، اخطاء تحكيميه بتحصل وبعد كده بنقعد نطلع ان احنا نتكلم ونزعق ونزعل وبتاع، وبيعدي والمباراه بتعدي والبطوله بتعدي، تخش على اللي بعده ويحصل نفس الكلام. طب ولغايه امتى؟ خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح لخبر آخر. مصر حاليا بتشهد منافسات بطولة كاس العالم للرماية بمدينة نصر، وتحديدا بمركز المركز الدولي للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حاجة محترمة جدا. بطولة بتقام مفروض تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة اللواء حازم حسني حتى يوم 23 فبراير. عايز أقول لكم متابعة كبيرة جدا، تغطية إعلامية وصحفية كبيرة جدا على هذه البطولة. عندك 376 رامي من 51 دولة، في حاجة أعتقد محترمة.
الاسبوع اللي فات اختتمت بنجاح كبير جدا منافسات البطوله العربيه السادسه او 16 عفوا للرمايه اللي كانت موجوده ايضا بالعاصمه الاداريه الجديده. طيب خلينا ناخد تفاصيل اكتر ونعرف اكتر ونطمن اكتر. خلينا ناخد على التليفون سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه. سياده اللواء صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور وصباح الخير على الساده المشاهدين النهارده طبعا. ويشرفني طبعا ان احنا بنستضيف مثل هذه البطوله طبعا والبطولات الكبيره اللي يمكن نقول ان مصر ودول العالم قبل مصر بتتكلم عنها ان هي من اكبر البطولات اللي احنا بنستضيفها الحمد لله لغايه. رائع جدا وكلنا فخورين والحمد لله. احنا مش بس بنستضيف، احنا بنستضيف وبننظم وفي نفس الوقت بيطلع بمكانه تليق بمصر كدوله بجد بترعى لبطولات كتيره جدا عالميه على ارضها، وده بقالنا فتره طويله. خلينا نروح مع حضرتك كمان لمستوى اللعيبه وطمنا على مستوى الابطال بتوعنا، يعني نقدر نقول احنا ان شاء الله من البطوله دي نحصل على كام باذن الله كده جايزه؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا عملنا بطوله عربيه لسه منتهيه في يوم 16، كان الهدف منها هو احتكاك قوي بين مصر والدول العربيه، والحمد لله احنا قدرنا نحصل على الدرع العام للبطوله. البطوله اللي هي بطوله كاس العالم الحاليه دلوقتي هي محطه من محطات الخطه الفنيه الموضوعه للفريق، واحنا بنامل ان شاء الله ان احنا يكون لنا مكان في دخول النهائيات في هذه البطوله. بطوله كبيره، عدد الدول المشاركه كبير، عدد الرماه كبير جدا، وفيها ابطال العالم اللي هم بيسعوا للحصول على مقعد من خلال البوينتنج سيستم اللي محطوط في هذه البطوله من خلال الاتحاد الدولي. رائع جدا. طيب احنا خلينا برضو نروح للتفاصيل او الكواليس مع حضرتك سياده اللواء، يعني فكره اصلا نتكلم عن يعني الاتحاد المصري للرمايه وهذه الرياضه اللي ربما في سنوات سابقه ما كانتش يمكن الافضل، ما كانتش بتحقق بطولات بشكل كبير، لكن في طفره حصلت في الرمايه تحديدا واصبحنا كمان بننافس دول كبيره جدا عندها باع كبير وتاريخ كبير في هذه البطوله، بتجيب بطولات، بتخش في رانكينجز، بتنافس، فالطفره دي حصلت ازاي؟ وهل لسه عندنا اي مشاكل تمنعنا ان احنا نبقى من التوب مثلا 5 عالميا؟ اتفضل. طبعا احنا عندنا عشان نوصل لهذه المرحله هي خطه اعداد طويله المدى. اكيد. دي الجزء الاول، الجزء الاخر ان هو دعم الدوله، الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه، طبعا في منظومه عمل متكامله، في دعم، في خطه موضوعه، بنلتزم بالخطه، بنشوف ايه المشاكل بعد كل بطوله، ازاي نقدر نحلها، وبالتالي بنتعلم من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها او المشاكل اللي بتقابلنا نتخطاها، بالتالي بيحصل تقدم عن المرات السابقه. رائع. لكن ما فيش اي مشاكل اخرى لا ماديه ولا يعني اي عراقيل في النص نقدر نقول كل حاجه الاتحاد موفرها للعيبه؟ احنا ما عندناش ادنى مشكله لا ماديه ولا فنيه كويس ولا اداريه، تماما الحمد لله كل حاجه ماشيه مظبوط. رائع جدا، ده خبر حلو جدا. عايز اي بهني بس انا عايز اهني مبروك علينا وبالتوفيق على كل حال في الخطوات اللي جايه. شكرا ليك جدا سياده اللواء حازم حسني، شكرا جزيلا. الحقيقه بقى لنا فتره يا حضرات كل يوم والتاني بنتكلم معاكم عن فعاليات لبطوله ما بتنظمها مصر، وغالبا ما بيكون على الاقل 90% ما كانش اكتر من محتوى كلامنا بيكون عن بطولات عالميه بالمعنى الحرفي، يعني بطولات حتى اسمها كده عنوانها كده بطوله العالم لكذا، كاس العالم لكذا، وبنعمل ده بمنتهى يعني الجمال الحقيقه، ودايما الكلام ده يعني بيتقال حتى على لسان كل الناس اللي كانت مشاركه، كل الوفود المشاركه في البطوله ايا كانت البطوله اللي بنتكلم عليها ايه، دايما بيرجعوا على بلادهم وبيتكلموا صحفيا ومن خلال السوشيال ميديا بمنتهى المحبه والاعتزاز، وفعلا كلهم بيشيروا على يعني الى قدره مصر على حسن استضافه وحسن تنظيم الكثير من الفعاليات. واستكمالا لهذا الملف امبارح عايزين برضو نعرف حضراتكم تم توقيع اتفاقية ما بين الاتحاد الدولي لألعاب الماء والاتحاد المصري للسباحة عشان تستضيف مصر سلسلة من المسابقات الدولية في الرياضات المائية المختلفة في مدينة الغردقة، تحديدا هتقام 3 بطولات مائية بتتضمن كأس العالم للباليه المائي وتصفيات كرة الماء الشاطئية وكمان كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة. هيشارك حوالي 600 متسابق من تقريبا جميع انحاء العالم خلال هذه البطولات الثلاث اللي ان شاء الله هتقام في مايو المقبل. منطقه سوما باي بالمناسبه في البحر الاحمر دايما بتستضيف كثير من الانشطه العالميه والمسابقات الترفيهيه، وبتستقبل متسابقين من جميع دول العالم بهدف دعم السياحه الرياضيه، خصوصا ان النوع ده من الانماط السياحيه بيجذب بالفعل
مختلف السائحين ولا سيما الشباب منهم بصفة خاصة، ملف في منتهى الأهمية. إحنا عندنا على صعيد السياحة بشكلها العام والسياحة الرياضية بصفة خاصة، إحنا عندنا كل المقومات المطلوبة، عندنا كل، عارفة يا نهاوند زي ما تقولي كده بالبلدي كده، عندك كل المقادير المطلوبة لأن أنت تنهي طبخة متميزة. لازم يعني لو انت فاكر لما كنا انا وانت في لجنه الاستماع في مجلس النواب، لما رحنا وكنا بعض الاعلاميين متواجدين والصحفيين، انا اتكلمت فعلا في النقطه دي، ان احنا انا وانت بنتكلم فيها تقريبا يوم بعد يوم في البرنامج، وعلى اهميه هنا السياحه الرياضيه، وازاي بص كل حاجه في الاخر لينكت مع بعض، كله متوصل ببعضه. تيجي تتكلم عن الرياضه، تتكلم عن الاقتصاد، السياسه، كله في الاخر بيصب في حاجه واحده. فانت لما تتكلم عن الرياضه والكم الكبير من البطولات العالميه اللي بتعملها على ارضك تستضيفها في مصر، لو ربطتها بقى بفكرة هنا التغطية الإعلامية المظبوطة والماركتينج المظبوط سواء دايركت أو إن دايركت مع وزارة السياحة، هتلاقي أن أنت خارج باستفادتين، يعني مش حاجة واحدة، تلاقي وين وين سيتويشن زي ما بيتقال. هتطلع بأن أنت رياضيا عامل حدث كبير جدا، وفي نفس الوقت أنت قدرت أن من الحدث الكبير الرياضي ده تنشط السياحة عندك من خلال الحاجات اللي زي كده. فملف في غاية الأهمية لو فعلا تم التركيز وترويجه بشكل كبير. أنت عندك يعني تقريبا كل البطولات المختلفة في رياضات مختلفة بيتم استضافتها في مصر، مش مثلا رياضة أو اتنين، لا. فده ملف مهم. من الأخبار الحلوة كمان معانا النهاردة، نجح منتخب مصر الأول للسيدات كرة السلة في تحقيق الفوز في آخر مواجهات الدور التمهيدي. هنا بنتكلم عن تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا على حساب منتخب كينيا. بالمناسبة منتخب كينيا من المنتخبات الثقيلة، النتيجة كانت لصالحنا بشكل كبير، عندك 82-57، وفعلا منتخب مصر قدم عرض قوي جدا. ده من أول كمان اللقاء اللي تابع من حضراتكم، يعني الماتش أمام المنتخب الكيني اللي لم يتلقى أي هزيمة خلال المباريات السابقة. فأنتوا فهمت قصدي قد إيه الماتش فعلا كان فيه تنافسية. فزي ما تقال حلو جدا لحتى هذه اللحظة الأداء اللي احنا مقدمينه، في التوفيق كمان أو بالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله. زي ما كنت بقول لكم من شوية أن في حاجات معينة فعلا يعني مدعاة للفخر، من ضمنها الى جانب بقى الملفات اللي اتكلمنا فيها وفكره استضافه مصر للبطولات الى اخره، في تفصيله كده يعني انا واحد من الناس شايف لها انعكاسات طيبه على كل الاصعيد على فكره، ولا سيما اكيد على الصعيد الرياضي في الفتره الاخيره. انا بكلم حضراتكم عن ذوي القدرات الخاصه القادرون باختلاف، وفكره مش بس مجرد دمجهم في المجتمع، وده حق من حقوقهم وده ابسط حق ليهم كمان، مش تفضل بالمجتمع باي حال من الاحوال، لكن كمان دمجهم في عالم الرياضه، لان من حقهم ان هم يمارسوا الرياضه. مش معنى ان هم عندهم عائق ما او عقبه ما ان هم حياتهم تنتهي او ان حياتهم تقف او تبقى حياتهم محدوده، لكن احنا بنتكلم على فكر ممنهج نتج عنه اخبار كتير. من عائلة الخبر اللي عايزين نعرفه لحضراتكم، امبارح انطلقت منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات بمشاركة 19 محافظة خلال الفترة من 18 وحتى يوم 23 من فبراير. الكلام ده بيحصل في المدينة الشبابية في منطقة أبو قير في اسكندرية، بهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، يعني وتوسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقات السمعية لممارسة الرياضة على غرار دوري مراكز الشباب للصم بنين. ده طبعا بالإضافة إلى فكرة بث روح المنافسة واكتشاف الموهوبين والموهوبات منهم، حاجة محترمة جدا، وإن شاء الله نشوف ما يرضينا بإذن الله في هذا. ربنا يوفقهم بجد، بندعي لهم من قلبنا، وفي نفس الوقت نبقى فخورين بيهم جدا على كل إنجاز بيقدموه حقيقي. انت فكرة هنا دي فئة ما يتقالش عليها ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة، هم يعني ذوي التحدي الأصعب بجد، دول عندهم قدرة وعندهم إصرار أكتر منا ككريم ومني ومننا جميعا عشرات الأضعاف. لما أنت تبقى جسديا أصلا مش جاهز، وفي نفس الوقت أنت ما بيهمكش، إحنا الواحد لما بيبقى موده مش حلو يقولك أنا مش قادر، أنا مش عايز أفضل في السرير. تخيل أنت بقى مش المود اللي وحش، أنت جسديا عندك لا قدر الله حاجة، نشكر ربنا على كل شيء، بس عندك أزمة ما، ممكن أن هي تكون عائق وممكن أن هي تكون وسيلة أن أنت توصل لحلمك. كل حاجة في الدنيا ممكن تكون عائق وسيلة، أنت إزاي هتشوفها. فبجد ربنا يوفقهم، وفخورين بيهم جدا بكل حاجة بيعملوها. نروح للفعاليات الأخرى اللي معانا، وهي فعاليات ثقافية اللي تم تنظيمها في الويكند اللي فات ده على طول، ومنها ندوة كانت شعرية جميلة جدا تحت عنوان تحيا أو نحيا بالحب في أهل مدينة نصر تحديدا. وأعتقد التايتل حلو، نحيا بالحب جدا، ده حقيقي جدا. والله ده المفروض، ده اللي المفروض يكون يعني. نظمتها هناك لجنة المرأة، كانت تحت إشراف اللجنة العليا طبعا للجان والإدارة التنفيذية. خلينا نتابع.
احنا كاعضاء لجنه المراه تحت طبعا رئاسه الاستاذه انهار انديل رئيسه لجنه المراه مقرر داليا دكتوره داليا، بنقعد مع بعض بنعمل اجتماعات بصفه دوريه علشان نشوف الاجتماع بتاع الثلاث شهور اللي جايين هنعمل ايه في الخطه بتاعتنا بتاعه العمل، وبنختار كذا ايفنت جداد. الايفنتات دي بتكون بنحس ان هي هتجمع الناس وهتعجبهم، وفي نفس الوقت بندور على حاجات جديده، وعندنا بقى كونكشنز وكوميونيكيشن بنقدر بقى ان احنا نجيب الناس فتقدر انها تمتع النادي بتاع اعضاء لجنه الاهلي، وخصوصا طبعا المراه يعني لان احنا بنهتم بيها. ففكرنا ان احنا محتاجين نعمل حاجه جديده ما عملناهاش قبل كده، فكانت الفكره بالامسيه الشعريه وفي نفس الوقت مصحوبه بالشعر يبقى مصحوب بالميوزك، فعشان كده تواصلنا معاهم فقدرنا الحمد لله دكتوره جيهان وكذا حد من اعضاء لجنه المراه قدروا ان هم يتواصلوا للاستاذ ابن احمد بهجت قمر، ابن احمد بهجت، وجي بيعزف بيتكلم على الشعر، وفي حد كمان عازف للجيتار، والحمد لله الامسيه جميله وفي ناس كتير قوي حضرها هي الحمد لله، وهي اول مره تتعمل يعني في النادي الاهلي عن طريق لجنه المراه بتاعتنا. الاول المقترح ان احنا نقدم في عيد الحب رساله حب بين النادي الاهلي كعادته، انه هو يعني نادي انا بسميه نادي الكون مش نادي القرن يعني، فكنا لازم نقدم رساله حب لجمهور النادي الاهلي، وخاصه ان الحب فيه اليومين دول بعض المقولات وبعض المداولات الكتيره اللي ممكن ان هي يتزود الحب يا تقلل الحب، فكان لازم ان احنا ندي ندوه شعريه بين الكلمه الناعمه وبين او القوه الناعمه وبين النغم الاصيل وبين الكلمه القويه وقوه الكلمه وتاثيرها على الانسان، فكانت بصراحه في تناغم، فقررنا ان احنا نجيب ممثل القوه الناعمه وهو ممثل لوزاره الثقافه دكتور هاني كمال، وهو من الفنانين اللي حافظوا على تاريخهم وحافظوا على احترامهم وتقديرهم، واعماله كلها لها قيمه كبيره جدا. في قمه الفخر والسعاده ان انا موجود في اكبر صرح عربي، صرح عظيم كلنا نشأنا على مبادئه واخلاقياته، النادي الاهلي مصدر السعاده والفرحه للشعب المصري والعربي في كل مكان. لما جات لي الدعوة من لجنة المرأة لحضور الصالون الرائع واتكلمنا عن الحب بكامل معانيه والحب بقى بتفاصيله الصغيرة، والندوة كانت بعنوان أو اللقاء كان بعنوان نحيا بالحب، احنا فعلا يعني نحيا بالحب، أولا حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا لبيتنا الصغير وحبنا لأصدقائنا وأحبابنا وحبنا لوطننا الكبير اللي هو الحب الأكبر بقى اللي هو الوطن الأكبر. النادي الأهلي بالنسبة لنا مش مجرد نادي بنحبه وبنحب فريق كورة فيه وبنحب كل الرياضات فيه، لا، النادي الأهلي رمز صغير كده للوطن الكبير، والحقيقة إن النادي الأهلي جزء من أسباب فرحتنا في بشكل عام في الحياة، لأنه بيخلينا في لحظات صعبة جدا عندنا الدافع والعزيمة إننا نقدر وإننا ممكن نتخطى حاجات يعني طموحة قوي أكبر حتى من الإمكانيات العادية. في الأول طبعا أنا بشكر النادي الأهلي وبشكر أمانة المرأة إن هي سمحت لي بالفرصة ديت إن أنا أتواجد في وسط الكوكبة الجميلة ديت، الأستاذ هاني والأستاذ محمد والأعضاء الجمال جدا، وكان فعلا يوم جميل وأنا استمتعت بيه يمكن أكتر ما هم استمتعوا، لو كان الأعضاء استمتعوا إيراد أنا استمتعت 24 إيراد، لأن أنا فعلا أحب التواجد في الجو الجميل دوت مع الناس المريحة نفسيا أعضاء النادي ومع الصحبة الجميلة دي، كان يوم جميل فعلا أنا اتبسطت فيه حقيقي يعني. دي كانت درجات الحراره، ومن الواضح كده ان احنا اتكروتنا الشتويه دي، كل الاشارات بتؤكد هذا الامر، مش عارف ما لحقناش قوي ولا ايه. عموما دكتوره منار غانم منورانا على التليفون وهي اللي هتحسم لنا الامر ده، وهي طبعا عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. صباح الخير عليكي، واحنا سمعنا ان الشتاء فاضل له 33 يوم تحديدا، الكلام ده مظبوط كده؟ بالفعل ان شاء الله متوقع ان شفت يعني الدقه اصل الشتاء سيدي. بس عاملين ازاي بقى 33 يوم دول يا دكتوره منار؟ هو يعني فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فده الطبيعي انه هينتهي 21 مارس، الربيع هيبتدي 21 مارس، فتقريبا شهر شهر ويومين او
اقل كمان يبتدي فصل الربيع ان شاء الله وينتهي فصل الشتاء. يمكن احنا لسه في شهر فبراير، شهر فبراير في انخفاضات في درجات الحراره، لكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره. صحيح. خاصه فتره النهار بنلاحظ كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. يمكن احنا خلال هذه الايام ويمكن تحديدا اليوم العظمى على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه فتره النهار. صحيح. خلال الاسبوع الماضي كنا بنسجل 16 و17 درجه مئويه، فحصل خلال هذا الاسبوع ارتفاع في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل. فترات النهار الاجواء بتكون معتدله على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى. أي. اجواء مائله للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، اجواء دافيه خلال فتره النهار على جنوب الصعيد. المناطق الجنوبيه بتبقى طبعا اعلى درجات حراره من المناطق الشماليه. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، رغم أن درجات الحرارة فترة الليل بدأت تتحسن. يعني إحنا الأسبوع الماضي كنا بنسجل 8 درجات خلال فترة الليل، الأسبوع ده بنسجل 11 و12 درجة مئوية، لكن إحساسنا بالطقس بيكون بارد لشديد البرودة خلال فترة الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الصقيع ما زال يتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة فترة الليل لأقل من 5 درجات. بالاضافه كمان فتره المساء الساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح بيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. الظاهره الجويه المؤثره معانا يمكن تكونت اليوم وعلى مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله، وتكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن كثافه الشبوره المائيه بتختلف من يوم ليوم. فعشان كده مهم جدا قايدين مركبات مسافرين على طرق فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. فرص الامطار خلال هذا الاسبوع هي فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وتنحصر فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن اليوم متوقع تكون على السواحل الغربيه، غدا هتكون على السواحل الشماليه كلها، لكن في مجملها غير مؤثر تماما، والفرص ضعيفه كمان ممكن نلاحظها في اماكن، في الاماكن الاخرى لا. بصفه عامه على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله في استقرار في الاحوال الجويه. فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى 21 20 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين 11 وال 12، مفيش اي يعني قلق من اي ظواهر جويه ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، بس مهم جدا ما ننخدعش في فتره النهار ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير. مهم فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر نحافظ على ارتداء ملابس مستويه ثقيل. جميل، احنا بنشكرك دكتوره منار على وجودك معانا جزيل الشكر، ونصيحتي ليكي ارجعي بالفريرات مره ثانيه ما لهمش مكان في الشهر اللي فات. زعلاني عارف ايه؟ ان انا جبت لبس شتوي كتير جدا وما لبستش غير يعني والله ربعه مش نص، لا عملت شوبينج كتير جدا شتوي حاجات كلها وما المانيا ولندن موجوده، هات الفلوس عشان يعني على كل حال بس 33 على كل حال عليه العوض بس 33 يوم لسه، يعني لسه في وقت ما فيش مشكله، بس فعلا احنا ممكن نعوض لو عرفنا نسافر لغايه شهر 6 بقى اوروبا، يبقى الشتاء معاك طويل شويه. اه اوه نطلع 10 الصبح من هناك، واحنا ليه ما بنعملش كده والله يا كريم؟ والله يا ريت يا ريح ودي حد يكره، احنا نادي عالمي برنامجنا عالمي. أيوة بنصور في العالم. ايوه صح طيب على كل الاحوال خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم، دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. زي ما احنا متعودين هتكون معانا النهارده هنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه جدا وموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا طبعا بونجور عليكي، صباح الهنا وخلينا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بداية أسبوع جديد وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بشباب كرة القدم مواليد 2005 واللي قدروا يحققوا فوز امبارح أمام فريق إمبي بنتيجة 3-1. مباراة كانت بتقام على ملاعب مدينة نصر. الحقيقة أن شباب 2005 عملوا مباراة كبيرة جدا وزي ما قلت قدروا يحققوا نتيجة إيجابية نتيجة 3-1، وده طبعا ضمن
منافسات الجولة 23 من بطولة الجمهورية. أحرز بقى أهداف النادي الأهلي هدفين اللاعب يوسف عفيفي وهدف اللاعب معتز محمد، وبكده بقى يكونوا رفعوا عدد نقاطهم ل 53 نقطة عشان بقى يعززوا صدارتهم لجدول الترتيب. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى وبطولة جديدة بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد تتويج سيدات الباليه المائي بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية، طبعا بعد حصولهم بقى على المركز الأول في البطولة. يعني البطولة كان بيشارك فيها أكتر من 60 لاعبة من مختلف الأندية، لكن كالعادة بقى سيدات النادي الأهلي قدروا يحسموا البطولة لصالحهم. طبعا ببارك للباليه المائي بالنادي الأهلي وبتمنى لهم مزيد من التقدم. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة وسيدات كرة الطايرة فتيات الذهب بالنادي الأهلي. عندهم مباراة الساعة 12 الظهر، مباراة هتكون أمام فريق الصيد وبتقام في الأسكندرية بالتحديد على ملعب الاتحاد السكندري ضمن بقى منافسات الجولة الثالثة من فاينلز بطولة الدوري. يعني طبعا هم حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا، قدروا في الويك أند يفوزوا على الشمس وأيضا فريق سموحة بنتيجة 3-0. إن شاء الله بقى كمان في مباراة النهاردة أمام الصيد يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية. أما عن رجال الماسترز فالنهاردة بقى هيكون آخر استعداداتهم للبطولة العربية اللي خلاص هتنطلق غدا، ومواجهة رجال الماسترز الأولى في البطولة العربية هتكون أمام فريق النصر البحريني، هتكون غدا على صالة 2 باستاد القاهرة. يعني حابة بقى أقول لجماهير النادي الأهلي كلها يا ريت بقى تحضروا مباريات رجال الماسترز، يعني طبعا هم أكيد مستنيين دعمكم زي طبعا ما بتقدموه دايما. إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة. يعني يمكن إحنا كمان اطمنا على الماسترز بطولة كاس السوبر المصري كانت خير إعداد للبطولة العربية. طبعا هم عندهم هدف واحد وهو التتويج بالبطولة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن شباب الطايرة 19 سنة فقدروا أيضا يوم الخميس الماضي حققوا فوز على فريق باتروجيت بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني هم أيضا حتى الآن ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الجمهورية، بيحققوا نتائج إيجابية في كل المباريات، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد وسيدات كرة اليد في الصدارة بدون خسارة في ختام الدور الأول من المرحلة الثانية من بطولة الدوري. يعني هما ماشيين بخطة ثابتة جدا، قدروا يفوزوا ويتعادلوا في جميع المباريات بدون أي هزيمة. يعني شفنا في الويك أند إن هما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بالتحديد أمس بنتيجة 26-22، وتعادلوا يوم الجمعة مع سموحة بنتيجة 24-24. لكن شفناهم طبعا بيقدموا مباريات كبيرة جدا، ماشيين بخطة ثابتة جدا، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. مباراتهم القادمة في الدور الثاني من المرحلة الثانية من بطولة الدوري هتكون يوم 8 مارس القادم أمام فريق المعازي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة اليد فأيضا كان عندهم مباراتين في الويك أند، قدروا يفوزوا في المباراتين أمام فريق سبورتينج بنتيجة 27-26، وأيضا أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة 30-26. المباراة القادمة ليهم بقى إن شاء الله هتكون يوم الخميس القادم، وهتكون أمام فريق الزمالك، طبعا بيستعد لها بشكل قوي جدا. يعني زي ما احنا عارفين انه الديربي بين الاهلي والزمالك في كره اليد رجال بيكون قوي جدا، ان شاء الله بقى يكون من نصيب رجال النادي الاهلي ونكون بنحتفل في 10 الصبح في الاهلي. يعني انا هوندي ويا كريم دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك يا هنا على التغطيه الرائعه كالعاده، شكرا ليكي. طيب تعالوا بقى نروح لليفربول، لان كانت الاحوال متكعبله معاه حبتين في الفتره الاخيره، بس واضح كده ان في ضوء في نهايه النفق بالنسبه لليفربول. جدد فريق ليفربول اماله في انه يحتل احد المراكز المؤهله لبطوله دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل ان شاء الله. ده حصل بعد ما فاز على مضيفه نيوكاسل بنتيجه 2-0 في الجوله رقم 24 من الدوري الانجليزي الممتاز. الحقيقه يعني نقدر نقول ان الماتش كان قوي الى حد كبير، قدم ليفربول يعني اداء مقبول جدا، تقدم بهدف سجله داروين نونيز في الدقيقه 10 واضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقه 17، واضطر فريق نيوكاسل انه يستكمل المباراه ب 10 لاعبين فقط بعد ما طرد حارس المرمى نيك بوب في الدقيقه 22 بعد تعمد لمس الكره بيده من خارج منطقة الجزاء أمام محمد صلاح بعد هجمة مرتدة سريعة. بكده بيكون ليفربول رفع رصيده ل 35 نقطة في المركز الثامن بفارق 6 نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز الرابع وآخر المراكز المؤهلة طبعا لدوري أبطال أوروبا. هذا الانتصار هو الانتصار الثاني على التوالي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والعاشر دي في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات.
بص دلوقتي ليفربول في المركز الثامن في ترتيب يعني الدوري الانجليزي، كويس ان هو ابتدى شويه يبقى فيه يعني تقدم شويه في اداء في الاداء وفي اللعب وفي النتائج، لكن لسه برضو الثامن. لما نيجي نتكلم عن الجدول هنا وترتيب الجدول، طبعا مش ده المعتاد بالنسبه لليفربول. طبعا في الصداره زي ما احنا عارفين ارسنال، بعد كده بيجي مان سيتي، بعد كده مان يونايتد، لكن نتمنى ان ليفربول لسه على كل حال لسه بدري على الدوري الانجليزي، ما بتقدرش دلوقتي خالص تحكم، بس نتمنى يكون في افضليه كمان للاسابيع اللي جايه لليفربول. على كل حال مكملين مع الدوري الانجليزي، نروح سريعا لبعض الماتشات المهمه ونتكلم تحديدا عن فشل فريق مانشستر سيتي في استعاده هنا صداره الدوري الانجليزي، يعني بعد تعادله مع نوتنغهام فورست وكان 1-1، وكانت مباراه برده فيها تنافسيه كبيره جدا بالامس، كانت في الجوله ال 24 من الدوري الانجليزي. طبعا جماهير من ملايين او بالملايين من انحاء العالم كلهم بيشاهدوا هذا الدوري وهذه المباريات اللي بتكون ممتعه في حد ذاتها اصلا. خلينا كمان نتكلم ان الجوله دي شهدت فوز ارسنال، وده كان متوقع لو هنتكلم على المباراه دي تحديدا، على أستون فيلا 4-2، ساوثهامبتون على تشيلسي كان 1-0، ايفرتون على الليدز 1-0، وبورنموث على وولفرهامبتون كمان كانت بنفس النتيجه، عندك فولهام على برايتون كان 1-0، وتعادل كريستال بالاس يا كريم برده مع برينفورد 1-1. يعني بص هقول لك على حاجه، ماتشات حلوه، لكن برده انا ما زلت شايفه ان الترتيب ما فيهوش تغيير قوي، يعني احنا بقى لنا اسبوعين دلوقتي يمكن برضو أرسنال مان سيتي مان يونايتد، ما فيش حاجة بتحصل جديدة، كنا نتوقع أن ممكن يبقى فيه تنافسية ما بين مان سيتي وأرسنال، لكن الوضع لسه زي ما هو، هيبان برضو على كل حال في الأسابيع القادمة. ونقدر نقول كده رفع مانشستر سيتي رصيده ل 52 نقطة في المركز الثاني زي ما كنت بقول لحضراتكم، ده بفارق هنا نقطتين فقط عن يعني أرسنال المتصدر أو متصدر الجدول. طيب خلونا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين. طبعا كلنا عارفين ان في رياضه هي رياضه الهوكي، عارفين ان في رياضه اسمها هوكي، لكن هل كلنا عارفين ان في هوكي تحت الماء؟ انا عن نفسي الحقيقه اول مره اعرف الكلام ده، انا اول مره اعرف شويه ده، وليها قواعد وليها تاريخ بقى نجربها ان شاء الله في مره يعني شوف كده مره هنلعبها على الارض، هنلعبها تحت الميه طيب على كل حال هنروح فاصل وهنرجع علشان نبدا بقى اولى فقراتنا الحواريه، وهينورنا يعني الناقد الرياضي وصديقنا العزيز علي البحيري، وملفات كتيره واكيد هنتكلم وهنتطرق لملف التحكيم. على كل حال قبل ما نروح هنسيب حضراتكم مع التمرينات الجديده اللي هيكون معانا فيها كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي، ونرجع نكمل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير لجماهير النادي الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي وجماهيره بكل فروعه وبكل اماكن في مصر. ربنا يحفظكم يا رب، ربنا يمتعكم بالصحه والسلامه. النهارده عندنا موضوع مهم جدا احنا ممكن نكون اول مره نتكلم فيه، وهو موضوع التوافق العضلي العصبي. ايه هو التوافق العضلي العصبي؟ ببساطه كده هو التنسيق ما بين القوى العضليه بتاعتك وقدره تحملك او الكنترول بتاعك وتحكمك في اعصابك. الاثنين دول لما انت بتبقى بتعمل ليهم نوع من انواع التنميه او القوه، اولا بيخلي ادائك في الملعب كلاعب ادائك بصوره افضل، ثانيا لو انت كبير في السن بيخلي ادائك احسن لو انت بتتمرن، وفي نفس الوقت بيخلي اي تمرين او اي اداء حركي بتعمله بيبقى بصوره افضل وكنترول احسن، وده بيكون من الاصابات والحوادث. تعالوا نعرف ايه هي التمارين اللي ممكن نعملها في البيت او في الجيم بتنمي النوع ده من القوه اللي هو القوه العضليه العصبيه في الجيم او في البيت. تعالوا نخليه كده نشوف الامكانيات اللي ممكن توصل لنا او ايه هي التمارين اللي ممكن نعملها معاه بصوره بسيطه جدا. اول تمرين، انا بحط رجلي على بورد زي دي بتكون اسفنجيه عشان تبقى متوازنه معاك، وبطلع رجلي الاثنين، سوري، بطلع رجلي الشمال قدامي وايدي الاثنين قدامي، ببص بشتغل لمده 30 ثانيه، بعد كده بنزل اعمل رجلي الشمال واثبت لمده 30 ثانيه. طب التمرين الثاني، طلع رجلي اليمين قدام ورجلي الشمال لورا واثبت 30 ثانيه. طبعا اللي بيحصل دلوقتي هتلاقي فيه رعشه في رجلك بتحصل، وده طبيعي جدا، محدش يقلق او ينزعج، لان الرعشه دي معناها انت بتقوي العصب في المنطقه دي، المخ بيبعت اشارات للعضله في المنطقه دي بيخليها لك تعمل تنسيق مع الاعصاب في نفس المنطقه، فبيحصل توافق عضلي عصبي، وهو ده اللي احنا عايزينه من التمرين. اعمل رجلي الشمال زي ما عملت اليمين، طبعا افرد ظهري ورجلي اليمين لورا متنيه وابص لقدام 30 ثانيه. طيب تعالوا النهارده بقى نصعب الموضوع شويه، هعمل نفس التمرين الاولاني، اطلع رجلي الشمال قدام
واغمض عيني. طيب في حد انا ممكن يقول طب انت بتغمض عينك ليه يا كوتش؟ انا بغمض عيني لان كده انا بساعد المخ ان هو يبعت اشارات اكتر للعضلات، فبيديها نوع من انواع القوه العضليه العصبيه. ازاي؟ انا لما اغمض عيني كده يبقى انا كده فصلت تركيزي عن جسمي، بس في نفس الوقت مركز في المنطقه اللي انا بعمل فيها حركه كده. كده بغمضت عيني الشغل كله راح ناحيه الاتزان اهو، واثبت 30 ثانيه. طيب تعال نعمل تمرين تاني برضه، احنا عملنا في منطقه الرجلين، تعال نعمل تمرين تاني اصعب شويه، ان انا ممكن اعمل حركات جامبنج وبعد كده اقف ارجع تاني، اثبت 10 ثواني ارجع تاني وقف 10 ثواني ارجع تاني اقف 10 ثواني. كل ده بيشتغل على منطقه الرجل. طيب تعالوا النهارده اشتغل الابر بادي. الابر بادي هعمل على نص كوره، تمام؟ انا كده موضوع عدم اتزان، فاللي انا بعمله اتزان عن طريق عضلات الدراع. طب لو عايز اصعب شويه بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع. طيب عايزين نصعب الموضوع شويه برضو من التمارين اللي بتعمل توافق عضلي عصبي، بنزل واحاول اثبت. طبعا رجلي في رعشه زي ما انا بتكلم فيها، رجلي بتحاول تعمل هز. انا خلي بالك بعمل الهزه بنفسي، انا اللي بعملها ليه؟ عشان خاطر اقوي الاعصاب في منطقه الرجل، وفي نفس الوقت فرد ظهري وشاده بطن. طيب اعمل تمارين تاني للتوافق العضلي العصبي، منها تمرين اللونج بلانك اللي هو ده. طبعا الكوره هتخلي دي ايدي تتهز، لا انا اثبت بايدي، اخد نفس، فرد ظهري، فاتح رجلي بمستوى كتفي واثبت. ولو عايز صعب الموضوع شويه بنزل بوش اب واطلع، بنزل بوش اب واطلع. نعمل 5 عدات في 3 مجموعات. وهي دي كانت تمارين مهمه جدا لتوافق العضل العصبي اللي ممكن نعملها في البيت او في الجيم، وكانت مع كابتن فوكس نادي الاهلي، وفي حلقات جايه كتير ان شاء الله. مع الف سلامه. عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، واهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. والحقيقه في الفقره دي عندنا اكتر من ملف حابين نفتحه ونتكلم مع حضراتكم فيه وفي كل تفاصيله، سواء فيما يتعلق بكره القدم والنادي الاهلي محليا وقاريا، واكيد هنتكلم برضو عن دوري ابطال اوروبا، او كمان هنتكلم عن الالعاب الاخرى. كل دي ملفات هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على كل مشاهدينا. صباح الخير يا علي، وكان نفسنا نقول صباح النصر كالعاده طبعا لما تكون معانا، لكن امبارح شاهدنا مباراه ربما هي ليست الافضل تماما على النادي الاهلي، او الأسوأ حتى هذه اللحظه. مش الأسوأ بس اداء، مش الأسوأ بس نتيجه، الأسوأ ايضا كظروف ليها علاقه بالمباراه، وتحديدا هنتكلم التحكيم. خلينا نشوف رؤيتك بداية وبعد كده نخش بقى، عشان احنا لسه عندنا ملفات أخرى وعندنا ترتيب وإعادة ترتيب أوراق طبعا محليا وإفريقيا، وقالر أعتقد عليه لسه ضغط كبير جدا. اتفضل. يمكن طبعا نتيجة ما كناش نتمناها في بداية، ولا نتوقعها، ولا نتوقعها طبعا في بداية المشوار الأفريقي. يعني على الأقل كنا ممكن نقول إن الأهلي لو خرج بتعادل بعد ضغط المباريات في الكأس العالم للأندية كنا ممكن نقول دي نتيجة كويسة، لكن الخسارة وبهذا المستوى وبهذه الظروف واللي حصل في الماتش ده كله ما كانش حاجة أتوقعها، ما كانش حاجة أتمناها طبعا. يمكن الأهلي من امبارح ما قدمش مباراة كويسة خالص بالمرة، يمكن شفنا امبارح التركيز بتاع اللعيبة أو تحضير الذهني للمباراة ما كانش موجود. أنا شايف النادي الأهلي تحس إن هو سافر فجأة راح يلعب مباراة، لكن ما حسش إن في تحضير. الشوط الأولاني يمكن الأهلي يعني الفرصة في الدقيقة 5 حسين الشحات كورة سهلة جدا جوه منطقة الجزاء، يمكن حضرها كأنها ضربة جزاء ما بره الملعب. يمكن طبعا فرصة كانت مهمة جدا تقلب المباراة، تقلب الشكل، تقلب طبعا التكتيك، تقلب طبعا كل حاجة. ودي دي دي بقى الماتشات اللي بتفرق، أو الفرص اللي بتفرق في الفرق الكبيرة والمباريات الكبيرة في أفريقيا، بالذات في المستوى الأفريقي يعني.
فاعتقد كانت مباراه يعني مش كويسه خالص للنادي الاهلي. يمكن الهلال كسب 1-0، خطا طبعا محمد الشناوي، خطا فادح طبعا ما يخشش طبعا في حارس دولي. هل ده لان احنا اتكلمنا في النقطه دي معاك انا وكريم، انا فاكره احنا قلنا بعد العوده من كاس العالم للانديه سواء انت فايز او مش فايز او وات ايفر الرانك بتاعك، بس انت لما هترجع هتبقى برضو المباراه مش سهله لان انت هتراهن بقى على اللعيبه هترجع بنفس المستوى اللي هي قبل ما تسافر بيه ولا هترجع مستوى اسوا. كنا خايفين من الحته دي، فللاسف قد كان يعني المستوى ما كانش زي ما هم قبل ما يغادروا. دي حقيقه. يمكن الاهلي قدم مستوى كويس جدا في كاس العالم للانديه والناس كلها شادت بيه رغم الخساره ورغم تحقيق المركز الرابع حتى مش البرونزيه، لكن الاهلي قدم مباراه كبيره. صح. كان في قوه هجوميه كبيره جدا للنادي الاهلي، الاهلي قدم مباراه عظيمه جدا وكان كنا بتشيد بيه حتى في ماتش ريال مدريد وفي ماتش فلامينجو، وخسرنا وكنا زعلانين ان احنا خسرنا من ريال مدريد وزعلانين ان احنا خسرنا من فلامينجو وكنا الافضل كمان. فانا شايف ان يعني بالذات في ماتش فلامينجو يعني، لكن انا ان كنت اتمنى ان الاهلي يرجع بعد كاس العالم للانديه يكمل على المستوى. أيوة. اللي هو فيه، وكمان تبقى يعني كان نفسي ان التعثر ده يبقى في ماتش دوري ما يبقاش في ماتش افريقيا، لان ماتش افريقيا في اول المشوار بيعمل هزه نفسيه للفريق وهم 6 ماتشات في دور المجموعات يتاهل ما تتاهلش. فانا اعتقد ان هي كانت خساره مش يعني مش كويسه خالص للفريق. لما تكون راجع من بطوله زي كاس العالم للانديه بجلاله قدرها وعظمه الفرق المشاركه فيها واللي انت بتلعبها وتتنافس معاها بطبيعه الحال، اللي يخليك تعمل اللي عملته مع فريق زي ريال مدريد وبصفه خاصه الشوط الاول بصفه خاصه يعني انت فاهم ازاي، وبرده تصد جامد مع فرق تقيله على مستوى العالم بتلعب مدارس كرويه مختلفه، المنطق يقول ان انت لما ترجع تلعب مع فرق مستوياتها نسبيا اقل من اللي انت كنت بتلعبهم المفروض ان انت تبقى كعبك عالي عليهم. ليه ده ما بيحصلش؟ انا عايز اقول لحضرتك يعني الاهلي بطل افريقيا 10 مرات بيلعب نادي الهلال، مع احترامي ليه لكن تاريخه في القاره الافريقيه ما يقارن حتى تاريخ الانديه السودانيه قدام الانديه المصريه ما يقارنش. طب ايه الحكايه بقى؟ انا مش عارف ايه اللي حصل امبارح في المباراه، لكن انا بقول لحضرتك التجهيز النفسي للمباراه مع العوامل بقى ان الاهلي لعب 4 ماتشات كاس عالم الانديه، في ماتشات طبعا وصلت لاوقات متاخره، يعني اعتقد ان الاجهاد البدني وصل للعيبه. الاهلي سافر على طول على السودان، يمكن الاجهاد ورحله السفر من المغرب للسودان وقبلها طبعا رجعوا مصر، لكن طبعا انا شايف ان العوامل دي كلها غير بقى الاداء الفني. انا شايف ان الاداء الفني كان في حاجه غريبه، التغييرات كانت متاخره شويه من كولر، ده الحاجه اللي ممكن اقدر اعيب عليها كولر في الماتش ده ان التغييرات كانت متاخره. يمكن بعد التاخر الاهلي كان لازم يعمل تغييرات على طول، هو استنى شويه وده برضو اثر في نتيجه المباراه، الاهلي كان ممكن يرجع. طبعا الكور اللي بتضيع دايما في كل ماتش بنقول الاهلي عنده مشكله في موضوع المهاجم. بالظبط، الاهلي عنده مشكله في اللمسه الاخيره، ما ينفعش النادي الاهلي يكون بيضيع الفرص دي. ده اللي طلبه مارسيل كولر من الاداره ان يكون في مهاجم كويس جدا، للاسف ما فيش مهاجم جه لحد دلوقتي، لكن انا شايف ان الهزه دي لازم تبقى درس لكولر ودرس للعيبه ان الماتشات الجايه الاهلي يظهر بشخصيته اللي ظهر بيها في كاس عالم الانديه وظهر بيها في الدوري قبل ما يروح دوري ابطال افريقيا. ونتمنى ان الماتشات الجايه بدايه من سان داونز يوم السبت، والماتش ان شاء الله هيبقى هنا في استاد السلام بحضور 10,000 متفرج، نتمنى ان يكون في رد فعلا. سان داونز ومتصدر المجموعه ب6 نقط، كسب اول ماتشين وفريق قوي جدا طبعا. من اقوى فرق البطوله الوقت كمان مش بس في مجموعه الاهلي، ودايما بيحجر معانا من الملعب. بالظبط، يمكن اخر مباراه بيننا وبينهم كسبونا هنا في القاهره، رغم ان احنا وصلنا النهائي هم ما وصلوش النهائي لكن هم كسبونا في القاهره. فانا اعتقد ان الفريق قوي جدا ولازم الاهلي يعمل رده فعل بدايه من ماتش اسوان يوم الثلاثاء ان شاء الله في الدوري. لازم يكون في رده فعل قويه جدا من اللعيبه ويبينوا الشخصيه الحقيقيه للنادي الاهلي. طيب لازم عشان ما نعديش النقطه دي من غير ما نتكلم، النقطه دي مش هتقف عند ماتش امبارح، هي هتكمل معانا لو لم يتم تداركها وكانت معانا قبل كده في قضيه التحكيم. طبعا احنا كان معانا كابتن ناصر عباس واتكلمنا في الملف ده بشكل شويه سريع، لكن التحكيم بالامس كان فيه ازمه كبيره جدا، وتاني مش بنعلق الشماعه على التحكيم طبعا زي ما انت قلت، ده بجانب اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي وذكرناه قضيه التحكيم. الموضوع مقلق لان انت مش قصة دلوقتي بقت انك تعمل اللي عليك والروح بتاعتك تبقى موجودة واللعيبة تعمل افضل ما عندها والادارة الفنية والمدير الفني، لا ده اصبح الموضوع انت ممكن تعمل كل ده وما توصلش وتتظلم في الملعب عشان حكم عندك شخصية ضعيفة متذبذب محسوبيات whatever. احنا بنقول كل الكيسز، فالموضوع مش بسيط ابدا، وبعدين مفيش محاسبة كمان. دي حقيقة، والفكرة كمان ان الادوار الاولى في البطولة ما بنشوفش حكام اللي هم الصف في افريقيا، دايما بنشوف الحكام الصف دول في الماتشات الكبيره او في الادوار النهائيه، حتى الفار ما بيطبقش في دوري ابطال افريقيا. مش قادر افهم موضوع الفار ده، موضوع الفار ده غريب جدا يعني غير دوري. طب جبتوه ليه؟ اخترعتوه ليه؟ يعني بنحطه في ماتشات وماتشات ثانيه؟ لا على اي اساس؟ انا مش عارف يعني. يمكن دوري ابطال اوروبا، اهو دوري ابطال اوروبا مثال قدامنا، الفار موجود في كل المباريات من اول الدور التمهيدي لحد النهائي.
وده طبعا دي حاجه غريبه جدا في الكره الافريقيه. يمكن ليه انا اشوف حكم غير مصنف او حكم مش قوي بيدير مباراه كبيره بين الاهلي والهلال، وبرده الاهلي ليه تاريخه والهلال ليه تاريخه في السودان، فليه انا اشوف حكم زي ده؟ يمكن كولر امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي وعلق كتير على الحكم. صحيح. ان ازاي اشوف حكم بيدي انذار لفريق الهلال في الدقيقه 94 تضييع الوقت؟ هو بيضيع وقت من الدقيقه كام؟ كتر خيرك بقى 94 ده بيضيع وقت من قبل الجون كمان يعني، فليه انا اشوف حكم زي ده؟ برده في ماتش الزمالك والمريخ حكم كان سيء جدا. طب خليني اسالك انت السؤال ده، ليه نشوف الحكم ده في ماتش زي ده في رايك؟ ايه اللي يخلينا نشوف حكم كده؟ عشان الاتحاد الافريقي بيمشي بمعايير غريبه جدا في موضوع الحكام وفي موضوع تطبيق الفار في الادوار النهائيه بس، مع ان البطوله انت تتمنى ان البطوله تبقى هي مشاهده والناس كلها بتتكلم عليها حتى في اوروبا، ان بطوله افريقيا طلع فرق كبيره فيها مستوى تحكيمي مشرف، الحكام دول هم بيروحوا كاس العالم، انت المفروض تطلع اكبر عدد من الحكام من افريقيا كاس العالم، ده يبقى ليك انت قدام الفيفا ان الكره الافريقيه بتتطور، لكن طول ما احنا كده الكره الافريقيه مش هتتطور. مش هنتكلم برضو يعني مش عايز اقول ان التحكيم هو السبب كبير جدا في المباراه امبارح، لكن برضو تراجع عامل كبير عامل كبير من اللي حصل على فكره. لا يعني لما هنود فتحت معاك الموضوع ده مش بتتكلم بس من هي قالت بس عايزين نعرف ايه الموضوع التحكيم كتير يا استاذ بنتكلم في الموضوع دي حقيقه. انا بقول لحضرتك التحكيم في افريقيا متراجع بقاله سنوات وما بيتطورش، ودايما بنقول كل سنه في ازمه، مباراه الاهلي والوداد، مباراه الاهلي ومش عارف مين، الزمالك ومين، دايما في مشاكل. وانا شايف ان الموضوع ده لازم يكون في وقفه من الاتحاد الافريقي، لازم يكون في تطوير للحكام، لان كده انت بتخسر ماتشات مهمه وفي كمان فرق بتخسر بطولات مهمه بسبب التحكيم. فانا شايف ان لازم يكون عندك حكام صفه في افريقيا بيروحوا كاس عالم ومستواهم زي مستوى اوروبا، ليه نكون اقل من اوروبا؟ على ذكر اوروبا تعال نروح شويه لدوري ابطال اوروبا، وفي كذا ماتش عايزين نعرف يعني رؤيتك ليهم وتوقعاتك لمباريات الإياب بتاعتهم، يعني من ضمنهم مثلا الماتش كان قوي جدا باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وطبعا البايرن هو اللي فاز بنتيجة هدف نظيف، هدف يعني بدون رد. شفت الماتش ده ازاي؟ هل توقعت النتيجة دي؟ وتوقعاتك لماتش الإياب ما بينهم هيكون عامل ازاي؟ يمكن بصراحة ما توقعتش ان باريس يخسر من بايرن، خاصة ان بايرن متراجع جدا في الدوري الفترة اللي فاتت، وكان في مشاكل كمان مع المدير الفني، فانا اعتقد ان بايرن ما كنتش اتوقع ان هو يكسب باريس. يمكن باريس طبعا يعني ما شاء الله مدجج بالنجوم امبابي ونيمار وميسي، فريق كبير جدا يعني ومن اقوى الفرق في اوروبا. مش عارف ليه دايما باريس قلناها قبل كده في كذا حلقه، دايما باريس دوري ابطال اوروبا غير يعني بنشوف في الدوري الفرنسي وفي كل البطولات بتلاقيه ما شاء الله بيجي في دوري ابطال اوروبا بتلاقيه بيخسر. طب ليه بيكشوا؟ لانه ده هم معاهم اسلحه فتاكه، معاهم كل حاجه، معاهم نيمار وميسي ومبابي، يعني عنصر او ثلاثي هجومي هو الافضل في العالم دلوقتي. انا مش عارف بصراحه، يمكن حتى الماتش اللي فات ده باريس ضيع فرص كتير جدا، بايرن طبعا كان افضل في المباراه وقدر يسجل وضيع اكتر من هدف. يمكن باريس مبابي لما نزل في اخر فتره في المباراه جاب جون قبل الماتش ما يخلص مثلا بخمس دقائق واتلغى بسبب الاوفسايد. لكن انا شايف ان باريس عنده مشكله دايما في دوري ابطال اوروبا قدام كمان الفرق الكبيره، مش بس في الماتشات اللي هي قدام فرق اقل شويه، لكن دايما فرق كبيره بنلاقي مثلا قدام ريال مدريد متراجع جدا، قدام بايرن متراجع جدا. هل ده راجع لان هو في الدوري الفرنسي مش بيلاعب اصلا، ما فيش تنافسيه في الدوري الفرنسي، فبالتالي لما بيروح دوري ابطال اوروبا ما عندكش الاستعداد القوي؟ انا بشوف يعني بي اس جي بينافس نفسه في الدوري الفرنسي. دي حقيقه، هو كل سنه بطل الدوري الفرنسي، وحتى لما بيقابل مباريات كبيره زي مثلا مارسيليا او ليل او الفرق اللي هي الاكبر شويه في فرنسا ممكن يخسر ماتش يكسب ماتش، لكن دايما برده هو اللي بياخد البطولات. فانت لما بتلاقي في المستوى المحلي انت تاخد كل حاجه، فده نظرا برده ان ضعف المنافسين وانت الاقوى. بالظبط. بتروح بقى المستوى قاري بتقابل بقى فرق تانية وبتقابل مستويات تانية. ايوه بس ده لو نزلوا بالثلاثي اللي انت تفضلت بذكرهم لوحدهم، نزلوا لوحدهم يلعبوا الماتش هيعملوا شغل. هو بالورقه والقلم يعملوا شغل، لكن واضح ان على الارض ده مش محقق تماما. انا شايف ان مشكله باريس سان جيرمان وقلتها اكتر من مره هي مشكله مدير فني. باريس سان جيرمان محتاج مدير فني قوي ويعني خبره كبيره جدا في القاره الاوروبيه زي مثلا زين الدين زيدان. زين الدين زيدان حول ريال مدريد، كان فريق كان بيخسر بطولات بقى بياخد كل حاجه، وكمل بعد كده ريال مدريد في طريقه حتى مع انشيلوتي ومع الفتره اللي فاتت دي كلها برده بياخد بطولات. فالمديرين الفنيين بيفرقوا برده، يعني انت برده لو معاك لعيبه كويسه جدا ممكن ما تعملش حاجه. ريال مدريد كان زمان معاه اعظم لعيبه في العالم كان بيخسر البطولات، لما جاله مدير فني كويس بدا ياخد بطولات. فهي برده بتفرق، في عوامل كره القدم، في عوامل موهبه مع فنيا مدير فني كويس مع اداره قويه صحيح بتمشي في الطريق الصح. صحيح. فانا اعتقد ان خساره باريس كانت مفاجاه بالنسبه ليا، لكن مباراه الاياب طبعا هتبقى في المانيا، وبايرن طبعا كسبان الماتش الاولاني في فرنسا، فاعتقد انه عنده الافضليه طبعا، وكمان معنويا بعد الفوز ده هيخش قدام ماتش باريس انا احسن، انا اقدر اكسب، انا اقدر اتاهل. وطبعا باريس لو طلع من الدور ده بالنسبه لي مش هي مفاجاه خلاص، يعني بالنسبه لي لو طلع من الدور ده مش هي مفاجاه.
وهتبقى النتيجه مستحقه او نهائيه مستحقه. اكيد، لان اللي بيتعب في الملعب واللي بيظهر شخصيته وبيلعب كوره بجد وبيلعب برجوله هو اللي بيكسب، مش 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 حاجه ثانيه، مش التاريخ. طيب على كل حال احنا لسه هنتكلم في دوري ابطال اوروبا، عايزين نتكلم عن بروسيا دورتموند وتشيلسي، المباراه برده كانت قويه جدا، وعايزين نتكلم عن الدوري الانجليزي، بس خلينا نروح فاصل سريع جدا ورجع نكمل مع الاستاذ علي البحيري. خليكم معانا بحضراتكم، العوده مره كمان والاستاذ علي البحيري، وكنا بنتكلم عن دوري ابطال اوروبا. طيب خلينا نكمل في دوري ابطال اوروبا، لان برده في ماتشات مهمه جدا، بروسيا دورتموند وتشيلسي زي ما كنت بقول لك، برده بتشوف فوز هنا بروسيا دورتموند ازاي؟ يعني تشيلسي مقدم شغل كويس جدا في الدوري الانجليزي، بس لما تيجي تتكلم عن دوري ابطال اوروبا تقيمه ازاي؟ يمكن دورتموند فريق قوي جدا، ويمكن برده عنده عناصر مميزه جدا السنه دي، ومن السنه اللي فاتت برده في اوروبا بيفرقوا معاه في الملعب. تشيلسي يمكن لسه برده موضوع السنه دي تغيير المدرب وبعد كده عناصر جديده في الفريق، فلسه الكيمستري بتاعت الفريق لسه ما كملتش. انا شايف حتى في الدوري برضو النتائج واحده شويه كده وشويه كده، بس يعني فرق نقطتين في الدوري الانجليزي عن ارسنال يعني كويس مش وحش. ماشي تمام، بس قصدي ان لسه تشيلسي السنه دي بيجمع فريق او بيجاب مدير فني جديد، فبرضو لسه الكيمستري ما كملتش، يعني لسه مدير فني ما عادش مع اللعيبه، اللعيبه ما كملتش لسه الدنيا. فاعتقد ان دورتموند يكسب الماتش الاولاني كان عادي بالنسبه لي، ودورتموند يقدر يكسب كمان الماتش الثاني يقدر يتاهل، لان دورتموند برضو في دوري ابطال اوروبا اخر سنين كان بيوصل ادوار نهائي. فانا اعتقد ان كانت مباراه بالنسبه لي عادي، يعني لسه تشيلسي، لكن تشيلسي السنين الجايه اعتقد مع المدير الفني مع الصفقات اللي جابها هيبقى السنين الجايه منافس شرس في دوري ابطال اوروبا. كويس جدا. كان في كلام الفتره الاخيره عن احتماليه عوده رونالدو لاوروبا واحتماليه جلب ميسي للدوري السعودي، تسمع ايه في هذا الاطار؟ يمكن عوده رونالدو اوروبا دي مستبعده بالنسبه لي، يمكن لان رونالدو بعد ما راح السعوديه انا شايفه تكيف خلاص، يعني هو خلاص بقى خد وضعه هناك، الدنيا ما مشيت معاه تمام وبقى هناك وسوبر هاتريك وجو عالي لا وبعدين الدنيا هناك كمان اعلاميا وتسويقيا والدنيا بالنسبه له هو خلاص شاف ان هو الحته دي بالنسبه له هي الافضل دلوقتي. يمكن انا بالنسبه لي طبعا رونالدو اكيد، انا يعني الدوري السعودي اكيد مش هو ده المستوى اللي ممكن يلعب فيه رونالدو، يعني اكيد الدوريات الاوروبيه ولا النتائج دي لها ثقل زي ما تقارنها باوروبا، يعني هداف الدوري، هداف دوري ابطال اوروبا وهداف تاريخي وكل الانجازات اللي عملها في حياته دي كلها احترمنا، بس بنتكلم في المستوى الفني طبعا. اكيد طبعا كان لازم محتاج ان هو يختم في دوري اقوى او يختم حياته بمسيرته الناجحه دي بانجازات كبيره، لكن في الاول في الاخر السعوديه بتتطور في كره القدم. لو كانت عنده الفرصه دي ما هو كان عمل كده من الاول. بالظبط، هو يمكن كمان عشان راد عمل مع موضوع السعوديه من المنطلق، عارف اللي هو جاي له عقد عمل حلو. بالظبط، هو موضوع الراتب، لان فعلا رونالدو كل العقود اللي جات له كانت براتب قليله وهو بياخد راتب كبير جدا وعايز يفضل على المستوى ده. هو رونالدو بيتعامل ان انا في الليفل ده حتى لو سني ايه انا هتعامل بالليفل ده، فالرواتب دي بالنسبه له هي اتفقت معاه في السعوديه. فانا شايف ان هو برده الدوري السعودي بيتطور، بيحاول يعمل حاجات كتيره جدا او بيطور التو تسويقيه كمان عشان كاس العالم، عايزين ننظمه كاس العالم مع مصر وان شاء الله في 2030، فهو برده بيدعموا الملف ده من خلال جلب النجوم العالم في الدوري السعودي. وطبعا هي خطوه تسويقيه مهمه جدا للدوري السعودي ان رونالدو يلعب في السعوديه، وكمان في كلام من النادي الهلال ان هو طبعا الغريم التقليدي لنادي النصر او نادي كمان اتحاد جده، كلهم عاوزين يجيبوا دلوقتي بقى. بنشوف كمان بنسمع عن سيرجيو راموس وعن لوكا مودريتش وعن ميسي، وكمان سمعنا كلام من احد الناس في السعوديه برضو انهم عاوزين يجيبوا، خطتهم ان يجيبوا محمد صلاح في الدوري السعودي يوما ما. يتخيل كل الاسماء دي فعلا تروح الدوري السعودي، ده هتبقى نقله يعني مش كبيرة جدا. طبعا يمكن رونالدو لما رونالدو بس راح السعوديه حضرتك في قنوات اشترت الدوري السعودي واشترته بمبالغ كبيره طبعًا. فاعتقد لما نشوف ميسي وصلاح وراموس في الدوري السعودي دي حاجه تسويقيه جدا للسعوديه وبتقوي الدوري، لان كمان الدوري السعودي دلوقتي من اقوى الدوريات العربيه سواء تسويقيا سواء فنيا كمان. انا شايف اليوم اللي كان بيمضي فيه العقد كان فيه اكثر من 36 دوله حاضرين بكاميراتهم باعلامهم. بقول لحضرتك قنوات كبيره جدا اشترت الدوري السعودي بسبب النقله اللي حصلها من رونالدو انه يروح الدوري السعودي، طبعا حاجه كبيره جدا. فلو شفنا ميسي يوما ما وصلاح في الدوري السعودي مع رونالدو هتبقى طبعا نقله كبيره للسعوديه ونقله كبيره للدوري السعودي. احنا نروح احنا نعيش في السعوديه بقى، نتمنى والله ده هتبقى دلوقتي فعلا نغطي يعني الدوري السعودي مع النجوم طبعا دول. مفهوم ان يبقى فيه وخصوصا في حال وجود راس مال محترم اكيد بيبقى بيتم توجيهه لخدمه الملف الرياضي في اي دوري في العالم أكيد. لكن احنا ليه في دولنا العربيه بنهتم اكتر بفكره ان انت يبقى عندك نجوم جايين من بره محترفين يلعبوا في فرقك المختلفه؟ يمكن بيبقى الاهتمام اكتر شويه من فكره ان احنا المفروض نهتم بمنتخبنا الوطني بغض النظر عن الفرق والانديه. ليه الاهتمام بالمنتخب ما بيكونش بنفس القوه كده اللي بنشوفها في حاله الفرق المستقله؟
بس لو حضرتك لو اتكلمنا عن النقطه دي في السعوديه، لا السعوديه لا مش بتكلم عن السعوديه، بتكلم حضرتك بتتكلم عامه لا عامه لا كلام حضرتك صح. يمكن فعلا بنشوف ان دايما بنحاول نطور الدوري ان احنا نجيب له لعيبه اجانب، وده بيأثر على لعيبتنا المحليين. صحيح. انا شايف ده يمكن في السعوديه المحترفين مفتوحين لكل فريق اكتر من 7 لعيبه في الموسم. صحيح. فطبعا ده حاجه كبيره جدا ان انت بتشوف لعيبه كتير جدا مختلف الجنسيات، بس ده برضو بيخلي العنصر المحلي عندك مش قوي. يمكن الاستثناء السعوديه ان منتخبها الحمد لله كويس جدا، ظهر في كاس العالم بمظهر مشرف، كسب الارجنتين بطل كاس العالم. طبعا. نفس الكلام المغرب برضو وصل سيمي فاينال اول مره في تاريخ اي فريق عربي وافريقي. طبعا كانت حاجه كبيره جدا، انجاز تاريخي. فدول ممكن نقول استثناء، لكن بقيه الدنيا كلها بشوف دايما ان دايما اجيب العنصر الاجنبي في الدوري، سواء حتى الحكام برضو بنجيب حكام. أيوة. من بره. أيوة. دايما بنسيب المنتج المحلي وبنبص للمنتج العالمي. وبرضو مش كل الدول بتجيب نجوم الصف الاول زي السعوديه، يمكن السعوديه هي اللي بتجيب، هي وقطر اللي بيجيبوا دايما نجوم الصف الاول في اوروبا. أيوة. زي رونالدو زي الانديه اللعيبه الكبيره، لكن مش كل الدول بتعمل كده. لكن انا شايف طبعا لازم اهتم باللعيبه اللي عندي، زي مثلا دلوقتي مصر هتستضيف خلاص يوم النهارده ان شاء الله افتتاح كاس الامم الافريقيه للشباب. بالظبط. مصر هتلاعب موزمبيق. طبعا ده جيل جديد، وجيل المفروض ان هو يكون مبشر للكره المصريه، وفي كشافين من اكبر دول العالم واكبر انديه العالم بيتابعوا الفرق الافريقيه من بينهم مصر، ان في لعيبه كبيره صغيره جدا في السن لكنهم موهوبين، واللعيبه دول اللي هنشوفهم بقى كاف اوروبا سواء من مصر او من دول ثانيه. فاعتقد ان بطوله زي دي المفروض نبني عليها احنا بقى نبني من هنا. الجيل ده هو اللي هيبقى ماسك منتخب مصر كمان 5-6 سنين، هو ده هيبقى الجيل الواعد بتاعنا. وعندنا على فكره عناصر مبشره جدا، عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في لعيب في منتخب مصر بيلعب دلوقتي في منتخب مصر ببطوله رسميه، اسمه بلال مظهر عبد الرحمن، بيلعب في باناثينايكوس اليوناني، هو هداف دوري ابطال اوروبا للشباب. زي محمد صلاح مثلا في المستوى دلوقتي يا ابو سهل، بس في الشباب. فاعتقد ان احنا عندنا عناصر كبيره جدا. يمكن برضو عندنا كان صلاح باشا بيلعب في اودينيز الايطالي، يمكن هو يغيب للاصابه عن البطوله، لكن عندنا عناصر كويسه جدا في منتخب الشباب، هو ده اللي احنا ممكن نبني عليه اللي قدام. صح. فاتمنى ان مصر تعمل حاجه في بطوله اهل كمان مؤهله لكاس العالم في اندونيسيا. فاتمنى ان احنا نشوف مستوى كويس في المنتخب، وطبعا نتواجد بالبطوله ونشوف عناصر واعده للمنتخب في المستقبل يعني. طيب اتكلمنا عن ملف كره القدم، تعالى نتكلم شويه عن الالعاب والرياضات الاخرى، لان انت عندك كذا طفره في رياضات مختلفه دلوقتي، وبنتكلم عن استضافه مصر لبطولات مختلفه، وبنتكلم كمان عن يعني المشروع القومي للموهوبين والانجاز اللي حاصل. يعني هو مش بس مشروع تم اطلاقه، لا هو عامل صدى كويس جدا على الارض، وده هياخدنا كل الكلام ده لباريس 2024 اللي هو المفروض الاتحادات المختلفه كانت بتستعد منذ نهايه يعني الاولمبياد اللي فاتت. فقيم لنا الاداء والمستوى لحد هذه اللحظه، ومن وجهه نظرك، احنا ما نقدرش نحكم دلوقتي بس بيبقى في رؤيه كده او مؤشرات، نقدر نقول باريس 2024 مستوى مصر فيها الحصول على الميداليات والعدد، هل ممكن يبقى في تزايد بيزد على واقع، ولا احنا تمنيات فقط؟ يعني وبيست كمان على مشاهداتك للبطولات السابقه اللي شاركنا فيهم. تمام. يمكن انا شايف ان قبل ريو، قبل سوري طوكيو، مصر كانت في البطولات العالميه في كل الالعاب كانت متطوره جدا، وده حصل طفره وخلانا ناخد فعلا 6 ميداليات في طوكيو، وبان المستوى الحقيقي لينا رغم ان احنا توقعنا اكتر. بالظبط كده. لكن انا شايف ان دلوقتي قبل باريس انا مش شايف يعني يمكن اللجنه الاولمبيه والوزاره قالت ان احنا على الاقل في اولمبياد باريس في 10 ميداليات، يعني هنعدي طوكيو ب 4 ميداليات. 10 ميداليات احنا نتوقعها وبنرصدها وبنخطط لها. هم كانوا قالوا على طوكيو كم ميداليه؟ لا كانوا قالوا ممكن نجيب 4 ميداليات او حاجه. اوكي. يعني عدينا التوقعات. بس قالوا احنا هنعدي وفعلا اتعدت. الارقام اللي بتتقال دي من قبل الاتحادات المختلفه بتبقى على سبيل الطموح ولا بناء على فكر ممنهج وبناء على رؤيه اللي فات، فبالتالي المتوقع في اللي جاي كذا؟ لا اعتقد ان بيعملوا كده، بيبقوا قاعدين مع الاتحادات ومين عندك مرشح ومين عندك. فهم بيبنوا بالدراسات بقى بالحاجات بتاعتهم، بالتصنيف العالمي، بالبطولات اللي بنشارك فيها. بيقول لك احنا مثلا ممكن ناخد في اللعبه دي ميداليه، دي ميداليتين، هكذا. انا شايف لحد دلوقتي اللعبتين اللي عليهم الامل في مصر في اولمبياد باريس 2024 حتى الان من وجهه نظري لعبه السلاح ولعبه الخماسي الحديث. اوكي. حتى الان من وجهه نظري بالنسبه للنتائج، لو يدخلوا السكواش يعني أو الكاراتيه تاني، بس للاسف الكاراتيه مش موجود في باريس. الكاراتيه مصر لو موجوده في الكاراتيه دلوقتي في باريس 24 واللعبه في الاولمبياد، مصر هتجيب ميداليات تاني. هي لسه باريس ما اعلنتش عن الرياضه اللي هتدخلها. ها لا هم اعلنوا، كانوا إيه؟ 4 رياضات، كان منهم لعبه كده اللي هي زي
تزحلق على الجليد ومش عارف ايه. شوف بقى احنا مالناش الكلام ده خالص. لا مالناش الكلام ده، حاجه مش بتاعتنا خالص. هي يعني كل دوله برضو بترشح بتاعه، وبرضو اللجان الاولمبيه الدوليه بتختار، لكن هم اختاروا خلاص الالعاب اللي داخله في باريس 24 واستبعدوا الكاراتيه طبعا، وفي محاولات ان الكاراتيه تخش في لوس انجلوس بعد كده الدوره اللي بعديها، لكن دلوقتي الكاراتيه مش موجوده. مصر حتى الان انا شايف ان في لعبه السلاح بالاخص وبلعبه الخماسي الحديث عالميا على المستوى العالمي المستوى الدولي مصر مهيمنه وبتعمل انجازات كبيره جدا، والسلاح المصري في تطور، والخماسي المصري محافظ على انجازاته في كل الرياضات في كل السنين، كمان في المراحل السنيه من الصغير من الناشئين حتى الكبار، وبيعملوا في صمت وبلا صخب. بصراحه الاتحادين دول بالذات انا بخصهم بالذكر لان انا متابعهم، بيعملوا في صمت وبيتكلموش كتير. الناس دي انجازات، ولما بيعمل انجاز يقول لك ده مش انجاز، يقول لك لا انا هدف اجيب ميداليه اولمبيه. ده واخدين فكر النادي الاهلي بقى. دي حقيقه. فاتمنى ان لازم يكون ان الفتره اللي جايه يكون في اهتمام بالالعاب الفرديه زي لعبه رفع الاثقال. لعبه رفع الاثقال غابت، كانت عندها ازمه مع الاتحاد رفع الاثقال تحديدا، وكنا عرضنا بعض الابطال اللي اتكلموا عن ده، بس برضو فاكر كان معانا مداخله الاسبوع اللي فات من حد من الاتحاد قال لك احنا بنذلذل اي عقبات حاليا بيواجهها، فكويس يعني نتمنى، لان لعبه رفع الاثقال من اللعب المصري مهيمنه فيها على مدار تاريخها، يمكن اكتر لعبه خدنا فيها في تاريخنا ميداليات كانت رفع الاثقال، فانا اتمنى ان رفع الاثقال يعود تاني يعني لهيبته العالميه، وان مصر تجيب ميداليات لانها لعبه مهمه لمنتخب مصر، وعندنا ابطال وبطلات طبعا كبار جدا، وعلى المستوى الدولي بدا يرجعوا، يمكن بطوله من كاس عام للشباب الاخيره او بطوله عام للشباب الاخيره مصر خدت ميداليات، ولسه عندنا جيل صغير هيقدر يبني قدام ويجيب ميداليات لمصر، فاتمنى ان يكون في طالما هيقدر يبني قدامي يبقى احنا ننهي معاك اللقاء واحنا مستريحين الحمد لله ومطمنين ان شاء الله ومتفائلين باللي جاي ان شاء الله. يا رب نورت الدنيا كلها علي، بشكرك على وجودك معانا. شكرا يا علي جدا، نورتنا كالعاده طبعا. وهنروح فاصل نرجع بعد كده هيبقى فقره طبيه معايا مع دكتور دينا ابو سعود، هتنورنا عشان ملف صحي اكيد جديد ويهم حضراتكم، وانت هتوحشنا بقى. احنا احلى باي باي هتسمعي مني خلال ثانيتين. شكرا. طيب برحب بحضراتكم، خلينا كده نخش في الموضوع على طول ونتكلم تحديدا عن الثقافه السائده عندنا. اي حد دلوقتي يقول لك انا عايز اعمل دايت مثلا يبدا يدور على انسب طريقه، يروح يسال حد من صحابه عمل دايت، انت خسيت ازاي، يروح اونلاين يدور على دايت معين. المشكله هنا ان انت لما تروح تدور او تسال مش شرط الدايت ده يناسب جسمك ابدا، ومش شرط يبقى صحي ليك كمان، ومش شرط يخسسك خالص. يعني الكيتو دايت، الدايت مش عارفه المتقطع، الحاجات اللي زي كده، الانواع الكتيره اللي ظهرت مؤخرا مش شرط تنجح معاك لو نجحت مع غيرك، فبالتالي ما بتحققش النتيجه المرجوه. ازاي بقى ان احنا نعرف الدايت المناسب لينا وكمان نروح ونخس عن طريقته او عن طريقه، يعني هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهارده. بس خلينا في البدايه نرحب بدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز، منورانا حبيبتي والله كالعاده. بصي بقى يا دكتور، دلوقتي الملف اللي احنا بنتكلم فيه ده او اللي طرحناه دلوقتي ملف مهم جدا، لان مفيش بيت في مصر ما فيهوش اتنين او شخص على الاقل بيبقى عايز يخس وبيبتدي بقى يسال بدل ما نروح لدكتور طب انت خسيت ازاي، طب انت خسيتي ازاي. فخلينا نعرف ايه انسب الطرق لفقدان الوزن، وفي نفس الوقت اعرف ازاي ان الطريقه دي مناسبه ليا او لا. لما كلمتي انا هواند عن انواع الدايت، فعلا في انواع كتيره جدا، وناس بتدور على النت وتقول لك مش عارفه فلانه من المشاهير خست عليه، فلان من المشاهير خس عليه. لا، الحقيقه في انواع كتيره جدا ممكن تكون مش مناسبه خالص للناس كتير. الكيتو دايت المعتمد على الدهون بنسبه رئيسيه وبيمنع الكربوهيدرات، لا، انا الجسم محتاج الكربوهيدرات، لان الكربوهيدرات هو الوقود بتاع الجسم، هو البنزين بتاع الجسم. وناس كتير ما تقدرش تعمل الكيتو دايت. خلي بالك الكيتو دايت ده اصلا اتس ثيرابيوتيك دايت. يعني ايه ثيرابيوتيك دايت؟ يعني هو دايت علاجي اكتشفوه مش فاكره سنه 1900 وكام انه بيعالج اطفال الصرع. ده اساسا هو لما الاطفال بياكلوا نسبه الدهون العاليه دي نوبات الصرع عندهم بتقل. اكتشفوا بعد فتره هو بيخسس فعملوه دايت. ليه بعض السايد افكتس طبعا، يعني احيانا الكيتونز دي ممكن لا قدر الله تعمل مشاكل كبيره. طيب ناس تانية تقول لي خلاص، طب ايه رايك يا دكتوره دينا في الهاي بروتين دايت، ان احنا نعتمد على البروتينات كمصدر رئيسي ووحيد؟ لا، ما ينفعش ان انا اعتمد على بروتين بس، يعني ده كده كلميني عن عسر الهضم، كلميني عن الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، ازاي هتعتمد على البروتين؟ لا طبعا. ناس تانية تقول لك انا هقلل جدا السعرات الحراريه،
500 سعر ايه 500 سعر ده 500 سعر هبوط. انا ما اقدرش هتفقد مينرالز وهتفقد فيتامينز لا وكمان يعني وانت قاعده كده ما تعرفيش تاخدي نفسك لان السعرات الحراريه دي وانا بتنفس بستهلك سعرات حراريه بتحرك بستهلك سعرات حراريه عمليه الهضم بتستهلك سعرات حراريه نقل الهرمونات والخلايا الماء كل ده سعرات ف 500 سعر حراري دي هتوفي ايه ولا ايه صح بسمع بقى وسمعنا كتير عن دايت فصائل الدم ايه ده بقى لا ده كتير في حاجه في الطب اسمها فات دايت اللي هو الحميه البدعه او الحميه هي بالظبط الحميه البدعه ان ان ناس بتتكلم بطريقه ملهاش اي ميديكال ايفيدنس او اي ريسيرش اختراعات يعني اختراعات فصيله دمك ايه بتاكلي كذا فصيل ده في كمان سمعت عن حاجه كده جديده مش بقى فصيله الدم طبعا دراسات اثبتت يمكن في جامعه في امريكا بوست مش فاكره اي جامعه ان الاكل او الخسسان ملوش علاقه بالاكل بتاع وفصيله دمك ايه في ناس فعلا انا سمعت ده اللي هو لو انت ايه بتاكل الطماطم ممكن تتخنك بالظبط او ده بقى ده اي كلام ده دراسات اثبتت انه ملوش علاقه بقصه انقاص الوزن طب اسمعي بقى الجديده دي برجك ايه لا ما نهزرش والله العظيم ما عشان كده والله يعني بسمع حاجات برجك ايه وعلى اساسه على اساسه هقول لك هتاكلي ايه لا يا جماعه عندنا مخ وربنا خلقنا شيء رائع لا طيب برجك ايه الدايت الصحي او الدايت بس نفسي اقرا عن برجك ايه دي يعني مثلا برج الحوت هيخلوه ياكل ايه برج الاسد يعني بجد والله دي حاجه جديده كده جديده أنا دي جدا ببص كده برجك ايه اقول لك كل لحمه لو برج الاسد برجك ايه دي حاجه غريبه جدا الدايت الصحي انا هوند هو الدايت المتوازن المتنوع الكافي لازم الدايت يبقى فيه الثلاثة essential nutrients ما ينفعش دايت يحرمني بحاجة منهم البروتين دي الماكرو نيوترينس الجسم محتاجة بكميات البروتين الفاتس الدهون مهمة جدا بس طبعا لازم تبقى دهون صحية ونقلل جدا الدهون المتحولة والكربوهيدرات مع المايكرو نيوترينس اللي هي الجسم بيحتاجها بكميات قليله الفيتامينز والمينرالز هو ده الاكل الصحي لكن الكربوهيدرات اخدها ايه معقده ولا بسيطه دي الفكره اوكي الفاتس صحيه ولا دهون متحوله هي دي الفكره لكن لازم كربوهيدرات لازم دهون ولازم بروتين هايل جدا طيب ايه بقى اللي من خلاله المنتج اللي احنا بنتكلم دلوقتي بشانه اللي من خلاله اقدر ان انا احصل على كل او الترينجل ده وفي نفس الوقت ما احسش ان انا جعان وما تخنش يعني اكل بالمقدار اللي يسمح لي ان انا احصل على اللي انا محتاجه كجسمي وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اكسا يعني زياده علشان ما تخنش اهم حاجه في قصه الدايت او ان انا انقص في الوزن لازم اقلل شهيتي لان ده حلمنا كلنا بس صعبه اللي عايزه تخس او اللي عايز يخس لازم هنغير اللايف ستايل بتاعنا من غير تغيير اللايف ستايل ان احنا نقلل الكميات يعني من غير وننام كويس على فكره ننام بدري لان النوم اللي متاخر بيعلي لي هرمون الكورتيزول وده بيؤدي الى تخن على فكره ده من غير ما اكل كده وانا قاعده هرمون الكورتيزول التوتر الضغط النفسي عدم النوم كل ده بيعلي لي الكورتيزول الكورتيزول بيعلي لي جدا شهيتي فلازم اغير اللايف ستايل المكملات الغذائيه هي وسيله لمساعده انك انت تغيري اللايف ستايل بتاعك عندنا شركه باي ناتشرال الحقيقه بتقدم لنا كورس رائع كورس من المكملات الغذائيه اللي تساعدنا جدا على انقاص الوزن اللي احنا شايفينها على الشاشه طبعا بيستا والبا مالتي فيت والجرين كوفي اكستراكت ومعانا الهديه فيتامين د طيب هبدا معاكي باول حاجه في الكورس اللي هو بيستا بيستا ريتش سورس اوف فايبرز يعني سورس مصدر غني بالالياف مهم قوي لو انا عايزه اخس اكتر الالياف لان الالياف هي اللي بتحسسني بالشبع بتمنع من امتصاص الدهون فمن اهم الالياف اللي داخل بيستا بتمنع من امتصاص الدهون يعني اكل الجسم ما يمتصش دهون لا بيمتص بس مش بنسبه مش بنسبه كبيره بالظبط بيستا عندي الالياف الشوفان والسيليوم ورده القمح ورده القمح من الفايبرز اللي بتاخد وقت في الهضم فمش هحس ان انا جعانه بالظبط مش هحس ان انا جعانه ده طبعا بيستا وبطمن كل الناس انه مرخص من وزاره الصحه المصريه ده مهم جداً, طبعاً. جدا 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 انه ما بيلعبش على سنترز المخ مهم جدا جدا صحيح. ان الشبع ده عشان النفشه بتاعت الالياف ده اللي بتحسسني بالشبع مع فيتامين سي
داخل بيستا وفيتامين سي بيساعد على الفات اوكسيديشن مع الكروميوم. ده اول منتج، هو طبعا عباره عن ساشيتس اكياس كده بتتعمل في ميه، وقبل مية الاكل كتيرة. بساعه ولا نص ساعه؟ نص ساعه، نص ساعه بس، ادوب كويس قوي قوي في الميه وبشربه. طبعا معانا كمان الفا مالتي فيت، المالتي فيتامينز لما قلتيه ان 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 الجسم بيفقدها، بيفقد فيتامينز. خلي بالك الفيتامينات انا بقول انها مهمه للناس اللي عايزه تخس والناس العاديه. الفيتامينات يعني لا مجال ان انا ما ظبطش الفيتامينز. فيتا او فيتا دي يعني الحياه الحيويه، هي فيتامينز دي الحيويه بتاعت البني ادم، فالفيتامينز مهمه جدا. برشح ألبا مالتي فيت طبعا اللي موجود، لان ألبا مالتي فيت ملم ب 13 فيتامين ومعدن. كويس جدا، ده مهم جدا. من اهم الفيتامينات لو هكلم على التخسيس، انا عندي فيتامين بي بكل بالعيله، هي بي كومبلكس كلها. الفيتامين بي اللي بيدعم جدا سرعه الحرق، وبيدعم وبيرفع لي معدل التمثيل الغذائي، بلس طبعا ان فيتامين بي كلنا عارفين انه مهم لصحه اعصابنا، مهم لصحه عينينا، مهم لبشرتنا كمان، ومهم لتكوين خلايا الدم الحمراء، الفوليك اسيد والكوبالامين، الاثنين دول بيدعموا جدا كرات الدم الحمراء. هايل. قبل ما نخش بقى على الجرين كوفي ونكمل، خلينا ناخد حاله، لان حاله بينطبق عليها بيستا تحديدا. ايه يعني بيشنت او شخص جرب، مش هقول مريض يعني، بس شخص جرب بيستا وكان عنده زياده في الوزن بشكل ملحوظ، ولما جربه خلينا نسمع بالظبط ايه اللي حصل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما يعني. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي أي حرمان بالأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلاً كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني، وجبات قليلة. مبسوطة جداً، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة إن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي إن هو يستخدم بيستا. دايما علشان الواحد يتاكد من مصداقيه شيء يجربه يعني. دلوقتي احنا بنسمع ناس بنفسها هي اللي بتتحدث عن تجربتها. لو انا دلوقتي عندي شك، تالي ان احنا ممكن نجرب حتى شهر، شهر ده بيفرق بشكل كبير يعني. طبعا. الشهر تقريبا مع بيستا يخسس من كام لكام؟ ممكن اقول مينيمم اقل حاجه 6 كيلو، و6 كيلو ده رائع، ده رائع جدا. خلي بالك يا نهواند، انا ما بحبش اللي يقول لك لا 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 اصل انا عندي خروجة كمان شهر عايزة أخس في الشهر ده، أو عندي فرح ده كلنا بنعمل. لا مش حلو خالص. مهمة قوي يا جماعة أن ما نركز أن احنا ننزل مرة واحدة. لا، لازم طول ما أنا بنزل بالراحة، طول ما بقى بصحة أحسن. خلي بالك الفات دايتس اللي قلت لك عليها، أو لما كنا بنتكلم على أنواع بتخسس جدا. لكن تخسس بغض النظر أنت حالتك الصحية تعبانة، مش قادرة أقوم، شعري بيقع، مش مهم، خسيتي مش خسيتي، بموت مش خسيتي، يلا هو مش مفيش طاقة، مش خسيتي، ده خطر جدا يعني. لا، احنا عايزين نخس ويبقى عندنا طاقتنا وعندنا حيويتنا صحيح. وعندنا نشاطنا وشعري يبقى كويس، بشرتي تبقى كويسة، ده الخسسان الصح. انا بتفق معاكي جدا. ويمكن كمان المشكله في الناس، لو هنروح للبديل اللي هو السهل والسريع بقى، والعمليات، العمليات وشفنا اصدقاء كتير ومعارف لينا لما بيعملوا عمليه بجد بيبقى شكلهم بيخسوا، بس كانهم واحد عيان يعني، تبصي له او تبص لها لا يصعبوا عليكي يعني، فعلا الناس مريضه وشها شاحب، في حاجه وحشه، شكلهم بقى اوحش بكتير يعني. انا بشوف صحابي اللي بيعملوها بقول لهم بجد وشكم كان احلى الاول. فالواحد لازم يختار الطريقه الابسط والاسهل والامن في نفس الوقت. احنا هنا بنتكلم عن بيستا، فعلا طريقه او يعني اسلوب للتخسيس امن جدا، وفي نفس الوقت انت عندك يعني الشهاده اللي بتؤكد ان انت واخده الابروفل طبعا علشان طبعا المنتج ده يتم تداوله. طيب ناخد بعض الاسئله سريعا برضو. يلا.
نرمين بتقول انا كنت تعبانه جدا باخد علاج، كان في ماده بتعمل ميه تحت الجلد، ووقفت العلاج ده وبرده وزني مش بيرجع زي الاول، وزني بقى زياده قوي، فايه الحل؟ طبعا الميه تحت الجسم دي كارثه تانية، يعني الميه اصلا بتعمل ويت وبتعمل شيء وحش جدا. طبعا بطمنها جدا ان تقدر تاخد كورس بيستا، هتاخد بيستا قبل الاكل بنص ساعة، وان ساشت او تو ساشت. ولازم برضو افكر السادة المشاهدين ان شركة بايوناتشرال هي الوكيل الحصري انا هواند، ما عندناش اي ارقام نقدر نحصل على المنتج غير فقط الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، كمان عندنا اكيد صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، بنقدر نستفسر، نقدر نستفسر على الاسعار. برجع اقول الاسعار رائعة، الاسعار في متناول الجميع، وشركة بايوناتشرال مقدمة فريق طبي بيتابع الحالة كل اسبوع، وعندنا مندوبين في كل محافظات مصر، احنا بيتفرجوا علينا مش بس في القاهرة، احنا بيتفرجوا علينا صحيح في كل حتة. صحيح. فبنوصل لحد باب البيت. برجع اقول لها هتاخدي كورس بيستا، هتاخدي بيستا قبل الاكل بنص ساعة، هنحطه على كوباية مية كبيرة وندوبه كويس قوي، هتاخدي من القلب مالتي فيت، هتاخدي قرص واحد بس. بعد الفطار، لان فيتامين بي بيدعم لي الطاقة. اوكي. فاخده بعد الفطار. قرص واحد، وعندي الجرين كوفي قرص واحد برضو بعد الفطار، بعد الغداء قرص واحد الجرين. وارجع اقول جرين كوفي رائع لحرق الدهون، والجارسينيا داخل الجرين كوفي اكستراكت، وفي هديه شركه بايوناتشرال بتقدمها فيتامين د. فيتامين د مهم جدا 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 لانقاص الوزن، بتلاقي بنات كتير مليانه وعندها شويه ديبريشن، مودها مش حلو، وهي ما عندهاش مشكله تفكر فيها، هي صاحيه زهقانه وقرفانه، صح ده كتير، والشعر بيقع، يجي الدكتور يقول لها الله انت وما عندهاش اي مرض، يعني ما عندهاش مرض الاكتئاب، ما عندهاش اي حاجه تؤدي الى اكتئاب، يقول لها حللي لي فيتامين د، نلاقي 6 و7 و8 وقصص وتخينه. لما بتيجي بقى تاخد الفيتامين د اللي الدكتور بيقول لها عليه، بتقدر وقتها تخس، وتدعم الصحه النفسيه جدا. فيتامين د عندنا بيطلع هديه مع الكورس. حلو جدا. سهير محمد، انا جوزي جسمه رياضي بس مشكلته انه طلع له كرش، كل ما بيحاول يمنع الاكل جسمه، اصل دي مشكله ستات ورجاله كل يمنع الاكل جسمه كله بينزل ما عدا منطقه الكرش، فالكورس ده هيناسبه. يمكن النقطه دي او السؤال ده خاص بالسمنه الموضوعيه بقى، سواء في البطن في الرجلين واتفر، يعني هي الحته اللي بتبقى صعبه او الاماكن اللي بتبقى عنيده جدا البطن، الكرش، وبتبقى اكتر حاجه عنيده واكتر حاجه خطر، ومع الرجاله والستات الاثنين طبعا. الدهون الحشويه خطر جدا، لان هي البطن ملمه بالبنكرياس، ملمه بالكبد، فممكن يعني لا قدر الله الزياده قوي والكرش قوي، هتلاقي لا قدر الله دهون على الكبد، دهون على البنكرياس، وانس انه بيخس الدنيا بتتظبط. ده مع عن طريق بيستا بقى يقدر؟ بيستا بيقدر، لان خلي بالك، بس هو خلي بالك الكرش ده بيحتاج وقت شويه اكتر، فبنصبر يعني، بناخد الكورس وممكن حتى نمشي شويه مع الكورس. مهم يبقى في شويه حركه بقى، بس ما بقاش تخينه، يعني ما ينفعش مثلا واحده 120 كيلو او 130 ولا انزلي جيم، انا كده بدمرها، انا خايف على ركبتها. فلازم تخس الاول وبعدين تبتدي تمشي شويه. الولد بيقول لك ان هي بنت، سوري، البنت بتقول ان مشكله البطن دي بس هي كلها خس، تقدر تلعب بطن، تقدر تلعب كارديو، تقدر بس هي لو بيستا بيخسس من 6 ل 8 كيلو، لا اكتر من 8. اوكي. انا بقول لك مينيمم، يعني اللي هو اقل ريزلت 6 كيلو، عندنا 10 كيلو كمان. في اجسام بتلاقيها رفيع او رفيعه ما عندهمش بطن وات ايفر، بس عندهم منطقه معينه هي اللي فيها الفاتس، ال 6 كيلو دول ليتس سي المينيمم بيخس ده، يعني هل البيستا بيشتغل على الدهون دي ولا ان جنرال ال 6 بيستا بيشتغل على ان جنرال، وبيقدر يحرق الدهون المتمركزه بقى في مكان، اصل هو اكتر دهون متمركزه على البطن او الدراعات او الارداف بالظبط، فما فبيقدر يشتغل على المناطق دي، بس المناطق دي بتاخد وقت اكتر من اي حاجه يعني. في ناس خدودها ده انا خدوده لغد لما بدخل بيشتغل برضه بيستا بيعرف اول ما الاقي لغدي اعرف ان انا اتخنت على طول بس حلو بيخلي الوش كانه معمول له فيلر طبيعي. أيوة. صح الناس كانت فاكره ان انا عامله فيلر، جالي فتره كنت اتخنت جدا بس من فتره زمان،
اقول لهم يا جماعه والله ده تخن مش بس الحمد لله لما خسيت وشي ما وقعش يعني الحمد لله. طيب دكتور دينا قدامنا للاسف دقيقه عشان احنا اتكلمنا تفاصيل اكتر وشرحنا انواع كمان مختلفه من انواع الدايت، فمش هنلحق ناخد كل الاسئله المطروحه النهارده، ناجلها ان شاء الله للفقره الجايه. بس خلاصه تقدري تنصحي ان دلوقتي الناس اللي هي سواء عندها سمنه موضوعيه او سمنه في الجسم ككل ان هم يلتزموا ازاي بالكورس؟ يلتزموا بالكورس ان هم لازم، عارفه مش اي حد بيعرف يلتزم، دي مشكلتنا. عشان كده شركه باي ناتشرال قدمت الكورس اللي تقدر نتحكم على قله ارادتنا. صح، حلوه دي، ده مهم قوي ان انا اعرف اتحكم على قله ارادتي، بستخدم الكورس بالطريقه اللي انا قلتها. ونصيحتي لكل الناس كلوا واشربوا ولا تصرفوا. صح، حلو ده، نورتينا يا دكتور والله. حبيبتي نورتينا كالعاده طبعا. تسلمي. واستفدنا وان شاء الله نشوفك في فقره جديده ان شاء الله. بشكر حضراتكم اكيد على متابعتي انا وكريم النهارده، ونشوفكم بكره في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.